مساء الخير مشاهدينا بهذا النقل المباشر لهذه الليلة. كل ليلة بتكون أقسى من ليلة وأدمى من ليلة. عسى أنه تكون هذه الليلة مختلفة. مثل العادة نحن نسهر معكم لطلوع الضوء بكل شيء جديد، بكل غارة جديدة وين ما كنتوا. قبل ما أبدأ هيدا الفقرة السياسية وهيدا البرنامج يلي رح يكون فيه عدة فقرات بين السياسة والميدان وأحوال النازحين وأحوال العسكر وأحوال الدخول البري الإسرائيلي، بدي أنتقل مباشرة لزميلتي ريمان ضو ونبيها واضع الخبير في الشؤون الإسرائيلية ليحكونا عن الحدود. شو عم بيصير؟ هل دخل فعلا القوات، هل دخلت فعلا القوات الإسرائيلية إلى الحدود وكيف تصدى لها المقاومون؟ ريمان مساء الخير. مساء الخير جوزيفين ومساء الخير أيضا للمشاهدين. باليوم الثالث من محاولات التوغل البري للقوات الإسرائيلية، يمكن القول أنه فعلا تمكنت هذه القوات من الدخول إلى الأراضي اللبنانية واحتلال جزء منها. طبعا الاشتباكات عم بتكون ضارية وعم بتكون على أكثر من محور، من ميلة يارون ومن ميلة أيضا كفر كلا وتل أنحاس. عم بيكون في مواجهات ضارية مع حزب الله وعناصر حزب الله. الجيش الإسرائيلي حتى الساعة يتكتم على الخسائر على أرض الميدان ولا يعلن عن طبيعة الاشتباكات اللي عم بتصير. تمكنت هذه القوات الإسرائيلية من الدخول بعمق يصل بين 500 متر إلى كيلومتر. كل هذه التفاصيل رح نتابعها بهذه الفقرة مع ضيفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نبيه عوضة. مساء الخير نبيه. مسأل خير. ولكن قبل الغوص في هذه التفاصيل رح نبلش بالاعتداء اللي تعرضت له بالأمس الضاحية الجنوبية والتي زعم فيها الجيش الإسرائيلي أنه هدف إلى اغتيال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين. حتى الساعة ما في أي معلومة عن مصير السيد هاشم صفي الدين أو إذا كان فعلا موجود في هذه المنطقة. استخدمت إسرائيل لهذه الغاية القنابل الخارقة للتحصينات. خلينا نشوف شو هذه القنابل التي استخدمتها إسرائيل. هذه القنابل وبحسب تحقيق أجرته صحيفة The New York Times أنه جيش العدو استخدم قنابل BLU-109 وهي خارقة للتحصينات ومزودة بمنظومة GDAM. هذه المنظومة، منظومة GDAM، هي تتميز هذه المنظومة بنظام توجيه دقيق يتم وضعه على القنابل الغبية ويتم تحويلها إلى قنابل موجهة. أما مواصفات هذه القنابل اللي قلنا اسمها BLU-109 فهي قنبلة اختراق موجهة غير متفجرة عند الارتطام الأولي، وزنها حوالي 2000 رطل أي حوالي 1000 كيلوغرام، ووزن رأس الحربة حوالي 250 كيلوغرام من مادة التريتونال وهي مادة شديدة الانفجار وقادرة على اختراق حوالي 1.8 متر من الخرسانة المسلحة أو مواد مماثلة قبل الانفجار، ومداها يعتمد على نظام التوجيه المستخدم وتختلف حسب الطائرات التي تطلق القنبلة وأنظمة التوجيه. نبيه، حتى الساعة ما في تأكيد من قبل حزب الله حول مصير السيد هاشم صفي الدين، إذا كان أصلا موجود أو غير موجود ومصيره. ولكن أيضا لاحظنا أنه الإعلام الإسرائيلي، وعلى عكس ما حصل بعملية اغتيال الشهيد حسن نصر الله اللي قال فيها وأعلن أنه تمت العملية بنجاح. يعني المصدر الوحيد للمعلومة كانت هي قناة 14 العبرية، بقية وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تنقل الخبر ولم تنسبه إلى أي مصدر أمني إسرائيلي. على العكس من ذلك، حتى أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع، فقط بعض المواقع التواصل الاجتماعي بداخل الكيان نقلت هذا الخبر عن القناة 14 العبرية المعروف بأن هي قناة يمينية متطرفة، حتى أنه ليست على علاقة سليمة مع الجيش. قناة 12 هي الأقرب للمصداقية فيما يتعلق بالأخبار الأمنية بداخل الكيان، إلا حتى الآن لم يجري تأكيد هذا الخبر حتى من داخل الكيان الإسرائيلي. نعم، خلينا نشوف اليوم كنا عم نحكي كيف تمكنت اليوم القوات الإسرائيلية من الدخول لنا بعمق 500 متر للكيلومتر وعلى أكثر من محور. رح بلش أنا وياك بمحور مارون الراس يارون المالكية. في اشتباكات صارت مع المقاومة وتمكن الجيش الإسرائيلي من التقدم. يعني فعلا هو حاول يتقدم من جهة المالكية باتجاه عيترون
تصدت له المقاومة وكان في اشتباكات عنيفة، رجع صار في محاولة تقدم باتجاه مارون الراس من سهل مارون الراس صعودا باتجاه حديقة إيران، وحصل اشتباك عند أطراف حديقة إيران، بمعنى الاشتباكات تدور عند مارون الراس بجوار مارون الراس وليس داخل القرية. الخرق اللي حصل بمنطقة يارون من جهة المقبرة اللي بتقع على أطراف القرية، تقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه القرية وتمركزت في عدة نقاط، وفي محاولة أخرى حصلت من جهة وادي يارون اللي بيفصل بين يارون وبين قرية عينبل، وهذا الوادي بيودي مباشرة باتجاه مدينة بنت جبيل. يعني واضح الغاية من وراء هذا التقدم الوصول إلى مدينة بنت جبيل. التمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة يارون حصل في عدة نقاط دون الدخول إلى كل القرية والسيطرة عليها. يتم حماية هذه المواقع العسكرية الاحتلالية بداخل القرية من خلال استخدام طيارات الأباتشي المدفعية الكثيفة وإطلاق الرشاشات من عيارات مختلفة لمحاولة الإبقاء على القوات الموجودة، علما أنه عم تتعرض بشكل دائم لإطلاق النار من قبل المقاومة. نعم، خلينا نشوف بالتفصيل أكثر كمان. إذا قلنا أنه على هذا المحور يارون وبنت جبيل، قد فينا نقول تبعد بنت جبيل عن الاشتباكات اللي عم بتصير، وبعمق فينا نقول 500 متر تمكنوا عبر هيدا المحور من الدخول؟ فعلا بمنطقة يارون هن تقدموا، بس بينما بنت جبيل لم يتقدموا بأي شكل من الأشكال، حتى أنه لم يصل العدو إلى أطراف بنت جبيل. عمليا الاشتباكات تدور في منطقة تفصل بين عينبل ويارون بهذا الوادي المؤدي إلى مدينة بنت جبيل، فالاشتباكات بعد لا تزال موجودة في هذه المنطقة، والمقاومة تخوض يعني معارك شرسة في هذا المكان. نعم، على المحور الآخر اللي تحدثنا عنه محور كفر كلا تل نحاس، أيضا حاولت أن تتقدم القوات ودخلت واحتلت بعض الأراضي اللبنانية عبر كفر كلا وصولا إلى تل نحاس. دخلت بأي عمق تقريبا؟ في يعني تقريبا هذه المنطقة اللي حصل فيها التوغل الأبرز، دخلوا من منطقة بوابة فاطمة وحصلت أيضا مقاومة شرسة. تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة رسمية بحي النورية، وتقدمت مجموعة دبابات وتمركزت في أطراف تل نحاس. تل نحاس بيجي مثل مفترق طرق بيفصل بين مناطق برج الملوك ليعة مرج عيون وبين منطقة كفر كلا عديسة وصولا إلى الخط الحدودي. وأيضا حاولت تتقدم قوات من الاحتلال الإسرائيلي، قطعت السياج التقني من منطقة المطلة وذهبت باتجاه صعودا باتجاه من خلال سهل الخيام باتجاه تل نحاس، تصدت لهم المقاومة من منطقة الخيام وأوقعت فيهم العديد من الخسائر. وفينا نقول أنه الاشتباكات اللي حصلت بمنطقة المطلة كانت عند السياج التقني ولم تستطيع أن تتقدم من هذا المكان. هذا بعيدنا بالذاكرة لما حصل بعملية مجزرة الدبابات اللي حصلت بسهل الخيام بال2006 بتموز 2006. مثل ما قلنا أنه يحاول الجيش الإسرائيلي التكتم على الخسائر، ولكن نستند بهذه الأعداد والإصابات والقتلى إلى ما يتم نشره عبر وسائل إعلام عربية ودولية. العربية تحدثت عن إصابة 25 جندي إسرائيلي بينهم 11 في حالة حرجة، وتحدثت أيضا عن تراجع للقوات المتقدمة نحو المطلة. هذا فيما يتعلق بالاستهدافات الاشتباكات اللي عم بتصير داخل الأراضي اللبنانية. أما بما يتعلق بما تقوم به المقاومة الإسلامية داخل المستوطنات الإسرائيلية، رح نشوف ما هي المستعمرات اليوم التي طالتها أن يران حزب الله من حيفا إلى سعسع، كرمائيل، دوفيف، إيلانيا، صفوت، كريات شمونة وكفر شوبة. نبيه يعني لما نلاحظ كل يوم ببيانات المقاومة عم بيتم إعلان عن هذه المستوطنات التي يتم استهدافها، الناس بتسأل أنه لماذا دائما في هذه الاستهدافات هي نفسها لهذه المستعمرات؟ ماذا تستهدف المقاومة في هذه المستعمرات وشو الهدف؟ يعني واضح بس في الإشارة لمنطقة كفر شوبة، هي المنطقة اللبنانية اللي عم بيحاول أيضا يتقدم منها الإسرائيلي من خلال قصفة من مزار شبعة. بقية الاستهدافات اللي عم تحصل في المنطقة إلى بعدين، البعد الأول الإبقاء على الشريط الأساسي من المستوطنات اللي كانت عم تستهدفها المقاومة ببداية دخول الدعم والإسناد لغزة، والتوسع باتجاه خط حيفا أو خط الدفاع الثالث
بداخل الكيان. معروف أن خط الدفاع الأول هو نهاريا شرقا باتجاه منطقة كريات شمون، الخط الثاني عكا باتجاه صفد، والخط الآخر الثالث هو خط حيفا باتجاه منطقة الناصرة أو المثلث بفلسطين المحتلة. لذلك هذا الاستهدافات، هذا النمط من الاستهدافات توزع بين القواعد العسكرية الإسرائيلية اللي انتشرت حديثا في المنطقة. نتحدث عن حوالي 60,000 جندي موجودين في هذه المنطقة، عبارة عن 4 فرق عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتقوم المقاومة باستخدام أسلحتها باستهداف المواقع الثابتة والمواقع البديلة أو المستحدثة في هذه المناطق. نعم، شكرا لك نبيه. طبعا نحن سنكون دائما في هذه المتابعة لما يجري من اشتباكات، هل ستستطيع أيضا قوات الجيش الإسرائيلي من الاستمرار في التقدم أم لا، إضافة إلى طبيعة ما تقوم به المقاومة من استهداف المستعمرات الإسرائيلية. عودة لك جوزيفين. نعم ريمان، شكرا لك. بدأت وقف مشاهدينا مع فصل علينا قصير، وبنرجع بنبدأ الشق السياسي من هذه الحلقة. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة. بأول فقرة من هذه الحلقة بيسعدني رحب بضيوفي المونسيور عبدو أبو كاسم مدير المركز الكاثوليكي للأعلام. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك مونسيور. نحن رح نحكي معك عن لقاء رئيس الجمعيات بالبطريرك مرب شرب بطرس الراعي امبارح، وأيضا كيف رأى إذا بدك المسيحيون هذا الاجتماع اللي حصل بعين التيني، قصة رئاسة الجمهورية و دعوة بكركي لقمة روحية أو على الأقل التحضير لها، إلى أي مدى ممكن أن تنجح هذه القمة وشو رح يكون دورها بالمشهد السياسي المقبل؟ دكتور بول مرقص أهلا وسهلا فيك، رئيس مؤسسة جستيسيا والأستاذ في جامعة ستراسبورغ، أهلا وسهلا فيك مساء الخير. بالعلاقات الدولية، وكنت قبل كمان بواشنطن، عندك اطلاع على أيضا المساعدة الدبلوماسية اللي عم بتصير، وبدنا نحكي معك ب1701 إمكانية تطبيقه. هل ممكن تطبيقه، أو مثل ما عم تحكي بعض الوسائل الدبلوماسية نحن اليوم بحاجة إلى قرار آخر ولا؟ هلأ بنحكي أكثر بهذا الموضوع، بس اسمح لي أبدأ مع المونسيور عبدو أبو كاسم. أولا، هل تنوي بكركي عقد قمة روحية إسلامية مسيحية من بعد تجارب سابقة فينا نقول أنه ما كانت ناجحة؟ فكرة أنه يكون فيها قمة روحية هي فكرة قائمة هلأ، والوضع بالذات نحن عم نمرق بوضع جد خطير وجد استثنائي وبيتطلب جهود كل الأطراف في لبنان بما فيهم رؤساء الطوائف. يعني لبنان في خطر، في حرب، في انهيار مؤسسات الدولة، كل شيء عم ينهار قدامنا، وهالشي بيتطلب أنه كمان هالمراجع الروحية ياخدوا رؤساء الطوائف دور معين بفكرة وقف هذا الانهيار. نعم. وانهار لبنان. نعم، الفكرة قائمة، ولكن بلش تحضير لها. ايه، مثل ما تفضلت وقلت التحضير لحتى يعني تعرف هيدي في رؤساء روحيين فيها. نعم. يصير في تشاور من كل الطوائف. من كل الطوائف. مسيحية والإسلامية، يعني الطوائف والمذاهب الشيعية والسنية. في سابقا كان في هيك توتر مع الشيخ الإمام الخطيب اليوم، وحتى كان في يعني لما صار في مناسبة في بكركي وقت إجا السفير البابوي الأخير، عفوا رئيس حكومة كاردينال بارولين، ما توجهوا، كانت انحلت هذه المشكلة بوقتها، انحلت. بس اليوم هل صار في تواصل؟ كيف يتم التحضير لهذه القمة؟ يعني تحديدا مع المجلس الشيعي القاعدة، من بعد ما حلينا سوء التفاهم بقينا في لجنة التواصل موجودة، توصلنا مع بعضنا، وموضوع القمة تم استشارة الرئيس الطائفي نائب رئيس مجلس الشيعة القاعدة، وفي كان يعني تجاوب. هلأ سيدنا والقيمين على هذا الموضوع عم بيكملوا عملية التشاور حتى هالقمة تاخد مداها، ما تكون قمة شكلية. تماما، هذا بدي لك اياه، انه دائما القمم الروحيه ما تاخذ، رح اكون كثير صريحه، لانه الوضع ما بقى بيحمل مجاملات، صح؟ دائما القمم الروحيه ورجال الدين والبيانات اللي بتصدر عنهم بتكون مجاملات اكثر ما هي حقيقيه. اليوم ما الذي سيميز هذه القمه حقيقه؟
بده يميزها هو هالوضع اللي شايفينه حوالينا هلا، هالانهيار اللي صاير، هالخطر الكبير، هالتفكك، شكل لبنان شو حيروح باشكال معينه بالمنطقه. نحن بطلنا لاعبين ولا موجودين على الخريطه، ما نرجع نلملم حالنا كلنا سوا بمؤسساتنا الوطنيه والدينيه وكل المرجعيات حتى نرجع اول شيء هلا نوقف الخطر اللي عم يدق بابنا كلنا سوا، ونوقف هالحرب ونساعد على انتظام المؤسسات بانتخاب رئيس الجمهورية. طيب فينا نعرف منك عن انتخاب رئيس الجمهورية؟ اليوم في كلام دبلوماسي، وحتى باربرا ليف لما التقت وزير خارجية لبناني بواشنطن قالت له بأن اليوم الأولوية لانتخاب رئيس جمهورية. ماذا تفعل بكركي اليوم بغياب رئاسة الجمهورية؟ لأنه نحن صرنا بثالث سنة فراغ لا انتخاب رئيس جمهورية، وهل تعتبرون أنتم كمان كبكركي كمرجعية مارونية أولى هلأ بالبلد أنه انتخاب رئيس جمهورية هو أولوية على وقف إطلاق النار؟ أولا دور بكركي من ثلاث سنين اليوم وقبل الثلاث سنين سيدنا البطرة كان عم يدعي كل يوم كل احد وكل مناسبه لانتخاب رئيس جمهوري. هل اختلف الوضع؟ هل اثر هل في شيء على الارض؟ هلا صار على الارض، اليوم نحن بحاله حرب، اذا بده يصير في هنه معينه او بده يصير في اتفاق معين، بده الدكتور بيقول لنا اكيد بده رئيس الجمهوري هو وقع هذه الاتفاقيات. نعم يعني في منه عم بيقولوا ما بينتخب رئيس تحت النار، هلا نحن بأمس الحاجة لانتخاب رئيس تحت النار، تحت النار لحتى بس توقف النار، إذا بده يكون في اتفاقيات معينة يمضيها رئيس الجمهورية. دستورنا بقول هيك، رئيس الجمهورية وحده بوقع المعاهدات مع الدول. نعم وبفاوض كمان. بفاوض ويفاوض على، وبالتالي اليوم نحن هلا بقلب هالمعمعة اللي نحن فيها، بقلب الحرب اللي نحن فيها، بقلب هالدمار اللي نحن فيه. نعم إذا بده يكون في تفاوض وتوقيع معاهدات معينه، رئيس الجمهوري هو يلي بده يعمله، وبالتالي اليوم الحاجه كثير ملحه لانتخاب رئيس جمهوريه، مش بس انتخاب رئيس جمهوريه، بس بده يكون رئيس جمهوريه يعني حاصل على مثل ما قالوا توافق كل اللبنانيين. نعم. بده يكون رئيس تحدي. هذا موضوع يعني في تفاصيل ويجب ان نتحدث به مع حضرتك بتأني كبيره، لانه اليوم في فريقين، في فريق اليوم يعني يقصف الحرب الإسرائيلية حتى ما نلبس كفوفها على حزب الله، على الطائفة الشيعية يلي كانت مع الثنائي يعني مرشحة سليمان فرنجية رئيس تيار المردة، واليوم في معارضة كانت مرشحة جهاد أزغلو، ولكنها اليوم أنه عم بتقول في جزء منها عم بيقول أنه مستعد يروح على رئيس توافقي، في جزء منها لحتى الساعة صامت، وأنا أتحدث عن القوات اللبنانية هلأ بعد شوي نحكي بهذا الموضوع لأنه موضوع كتير دقيق أكيد. وإذا عم نحكي لانتخاب رئيس جمهورية هلأ تحت النار، يعني قبل إمكانية اجتياح إسرائيلي، هذا يعني طبعا إلا يعني نحن منسينا منسينا شو صار بال82 ومنسينا أنه دائما الحروب الإسرائيلية على لبنان هي مناسبة تستخدم لزرع الفتنة بين اللبنانيين. هلأ منشوف معك عن هذا الموضوع تحديدا، بس اسمحوا لي استاذ بول، معلش دكتور بول انت صديقنا وضيفنا الدائم رح تبقى معي كل الحلقة، بس اسمحوا لي انتقل بمداخلة بدي انتقل بمداخلة مباشرة مع النائب نديم الجميل. مساء الخير. ما عم بسمع انا، اذا ما بعرف اذا عفوا. مساء الخير استاذ جوزيفين، مساء الخير لضيوف في الاستاذ بول ولابونا. مساء الخير شيخ. مساء الخير. مساء النور. بالطبع الوضع مأزوم جدا. انتم ككتله كتائب لبنانيه عبرتم عن رغبتكم بالذهاب الى انتخاب رئيس جمهوريه، ومثل ما رينا انه تلقفتم مبادره الرئيس بري واتصل النائب سامي الجميل بالرئيس بري. بدي اسمع منك اليوم شو هي خريطه الطريق؟ اتفقتوا على شيء؟ اليوم في اتصالات مسيحيه ايضا مثل ما عرفنا حتى مع التيار الوطني الحر. هل في خارطه طريق ممكن نسمع منك لانتخاب رئيس جمهوريه مثل ما الكل عم يحكي، ام انه ما يحصل هو مجرد كلام بيشبه المرات السابقه؟
أول شيء سيد جوزيفين خليني أبلش وأقول لك إنه برأيي ما في اليوم خارطة طريق أو ما في مفاوضات عم بتأدي إلى حتى أو يمكن تأدي إلى رئاسة الجمهورية مباشرة، ولكن اليوم في حديث كتير كبير عن وين رايح البلد ومن بعد هيدي الأزمة كيف بدنا نظهر من هيدي الأزمة. أنا برأيي اليوم رئيس الجمهورية إذا بده ينتخب بده ينتخب على أساس مشروع بده يحمله، والمشروع اليوم بده يكون كتير واضح. في من تقريبا 20-30 سنة تما أقول أكتر لبنان دخل داخل محور معين ودخل ضمن إطار محور الممانعة ودخل محور المقاومة وإلى ما هنالك يلي بيمتد يمكن من حرب تحريك لسوريا وصولا إلى طهران. اليوم إذا لبنان بده ينتخب رئيس بده يقرر فعليا بأي محور بده يوضع حاله لبنان الرسمي. قلتها وبرجع بكررها، ميشيل عون لما انتخب بال 2016 نعم كرس وثبت وتوج محور الممانعة على رأس الدولة اللبنانية الرسمية. اليوم قبل ما ننتخب رئيس بدنا نحن نقرر كلبنانيين المرة بدون فرد على الطاولة، بدنا نقرر نعم مين اي على اي محور بدنا نروح. هل بدنا لبنان همزه توصل بين الشرق والغرب بين العرب والشرق نعم، هل بدنا يكون لبنان لبنان المنفتح لبنان الملتزم بالقرارات الدوليه الملتزم بالثقافه وبالهويه اللي كان عنده اياها بالماضي، او بده يبقى بمحور الممانعه؟ هيدا هو الصراع الاساسي. اذا بدنا يبقى بمحور الممانعه ساعتها بدنا نروح باتجاه رئيس جمهوريه معين، واذا بدنا يكون عم بينفتح وعم بيرجع يدخل الى العالم الطبيعي اللي كان ينتمي له ساعتها بدنا نروح باسم اخر لرئاسه الجمهوريه. واذا بدنا لبنان يضل على مهب الريح وموجه تاخده من ميله وموجه تاخده من ميله تانية ساعتها منجيب رئيس جمهوريه بلا لون وبلا طعمه وبلا موقف. نعم طيب، بس اليوم ما فينا ننكر انه في انقسام وشرخ لبناني كبير في هذا الكلام اللي عم تقوله حضرتك. طيب. وفي كلام اخر، وبالتالي اليوم الرئيس بري عم بيقول تعالى نروح نلاقي رئيس توافقي ب 86 صوت. ما تقوله على حضرتك انه يا بدنا رئيس من هون يا بدنا رئيس من هون، يعني ما في مجال لرئيس توافقي؟ لا مش عم بقول لا ايه؟ انا ما بقول من هون او من هون، بل انا عم بقول تعالوا تنتفق اي لبنان نريد. ما بقى ممكن لبنان يكون ضمن اطار محور الممانعه، تبين انه محور الممانعه محور دماري وخرابي للبنان. ما بقى ممكن يكون لبنان ضمن اطار العشرين سنه الاخيره يلي ضلينا نعبي سلاح وننفخ عضل على فتره 20 سنه وبالاخر تبين انه هيدا شيء كان كسور من الرمل وكان فوفاش، وبالاخر باقل من 3 اشهر انهار كل شيء وما بقى بنعرف اذا اليوم لبنان وين موجود. وفي عندنا ولي فقيه بيجي بيقول لنا انه لبنان لازم يضل مستمر بحربه ضد غزة ضد إسرائيل دفاعا عن غزة. عم تحكي عن وزير خارجية الإيراني اليوم رئيس مجلس نواب عم بيجي لا مش بس رئيس وزير خارجية، عم بحكي عن علي الخامنئي اللي طلع بنظرين خطاب الجمعة اليوم عم بيجي يقول لك انه لازم لبنان يضل او حزب الله او لبنان لازم لبنان يبقى سند لغزة ويضل بالحرب المفتوحة ضمن اسرائيل. طب انا مين بدي صدق اليوم، علي خامنئي او الرئيس نبيه بري اللي يجي عم بيجي يقول انه نحن بدنا نفصل مسار لبنان عن غزة؟ عندي سؤال، مين حزب الله مين بده عمين بده يسمع؟ بده يسمع عن ولي الفقيه او بده يسمع رئيس نبيه بري؟ ومن وين انا بدي اجيب ضماني انا كلبناني اليوم يلي مدمر بلدي وعندي اكثر من مليون ونص نازح ووضع سياسي اقتصادي واجتماعي مزري، من مين بدي اخذ انا اليوم ضماني ترجع اوقف على اجري؟ هيدا هو السؤال الكبير يلي اليوم عم ينسأل. حتى الرئيس بري ما عنده جواب على هيدا الشيء. هل حزب اليوم عندنا الرئيس بري قال انه بده يمشي ل 17-01 وقال انه بده يمشي المسار لبنان وغزه؟ نعم
طيب من وين بياخذ الضمانه انا؟ من حزب الله او من ولي الفقيه؟ سالته هذا السؤال يبقى بهذا المحور جيبوا رئيس جمهور. طيب انا بعرف انه كلنا بنعرف انه صار في تواصل، انت صار في تواصل مع الرئيس بري، سالته هذا السؤال يعني صار في تواصل والرئيس بري شكر يعني او يعني شكركم على الاتصال وعلى التواصل والى اخره، هل حصل هذا الحوار؟ اكيد نحن ندعم كل هيدا الكلام اللي عم بيصير، اكيد مهم جدا ولازم نلتقي نحن كلنا كلبنانيين، ولازم نلتقي بكل تجرد، ولازم نلتقي بكل انفتاح لنقدر نوصل فعلا الى نتيجه بدون بهورات، بدون فوقيه، بدون فرد على الطاوله يقدر يهدد ويهول على كل مفترق طرق. نحن اليوم بدنا نبحث جديا ومره نهائيه انه يا خيي جربنا محور 82 اذا هيك بتسموه، وجربنا محور 83 لليوم. طيب اليوم حين الوقت نختار اي محور. نعم. اي محور بدنا لهذا البلد؟ طيب. بدنا محور السلام او بدنا محور الحروب؟ بدنا محور الصواريخ الدقيقه او بدنا محور الثقافه والحضاره والفن والتربيه؟ يعني بفهم منك اي محور بدنا. يعني بفهم منك انه اليوم بعد لا ثقه اذا بدك ب هذا المشهد الناتج عن اللقاء الثلاثي في عين التين بعد عندكم بأنه هو فعلا سينتج رئيس للجمهورية، هيك؟ أول شيء هيدا اللقاء مش هدفه ينتج رئيس جمهورية، وأساسا ما اجتمع لينتج رئيس جمهورية، اجتمع أولا ليعمل وقف إطلاق نار، ثانيا ليدعي إلى تنفيذ 1701 يلي ضمن إطار 1701 ننتخب رئيس. السؤال يلي بدي انسأل بهيدا اللقاء يا خيي، فصل، برجع بكرر، فصل عفوا وقف اطلاق النار، مين بيضمنه اليوم؟ هل هالحرب هي بين لبنان واسرائيل او هي بين حزب الله واسرائيل ومحور الممانعه واسرائيل؟ حدا يجاوبني بس على هيدا السؤال. هل الجيش اللبناني اليوم داخل بهيدي الحرب؟ طيب ليش اليوم كل اللبنانيين داخلين بهيدي الحرب؟ اوكي، هل كل اللبنانيين ساندين اليوم حزب الله بمعركته المسانده بغزه وغيرها؟ هلا اليوم الكل مساند، انا عندي يعني اليوم في بس اليوم عفوا اذا بدنا نشيل شوي غزه على جنب، اليوم الضاحيه مدمره، الجنوب مدمر، ما فيني نشيل غزه، البقاع مدمر، في شهداء لبنانيين، يعني السيد نصر الله استشهد من ورا شو سيد جوزيفين؟ ما هيدا هو السؤال كمان، ما حدا بده يحكي عنه. طلعت معكم انا بتقريبا 20 يوم من بعد بدايه الحرب، طلعت مع الجديد بعد 20 يوم من بدايه الحرب، كنت عم بتشارع انا والمذيعه اللي كانت عم بتقابلني بوقتها انه لا مش حزب الله اللي بلش الحرب، اليوم صار كل العالم معترف وحسن نصر الله قال بكلمته بلسانه انه نحن ابتدينا الحرب ب 28، ضلينا نكذب على بعضنا تنوصل لهون. طيب اليوم نحن خلص صرنا بنص الحرب، وصلنا لهون من ورا شو؟ طيب بس اليوم من ورا شو؟ هل انا اليوم اذا بدي ارجع ابني جمهوريه طيب وفيها 100,000 صاروخ و100,000 مقاتل، شو بعمل فيهم؟ برجع بعرض لبنان بعد 10 سنين؟ طيب خليني اسالك، وخراب طيب وقصف مثل ما عم بتقولي، الجنوب والبقاع وبيروت والضاحيه وكل المناطق، طيب كل المدن اللبنانيه برجع بعرضهم مره ثانيه، تبين انه سرديه حزب الله بالدفاع عن لبنان، وتبين انه سرديه حزب الله انه هو الوحيد يلي قادر يحمي لبنان، والتوازن الرعب والجيش والشعب المقاومه، كله هيدا تبين كفاش. هين الوقت اليوم نحكي عن لغه جديده وسرديه جديده، طيب لنبني لبنان كلنا سوا. طيب. انا ماني ضد الشيعه وما عم بتهجم ابدا على الشيعه، لا بالعكس، انا بدي انه كل احنا كمسيحيين وكشيعه وكسنه وكدروز نقعد مع بعض مع الطاوله ونآمن سوا، نآمن انه ما في حدا بيحمينا الا بعضنا البعض، ما في ولي فقيه بيحمينا، ولا في خادم الحرمين الشريفين بيحمينا، ولا في بابا بروما بيحمينا، ولا في امريكا او فرنسا بتحمينا، في شعب لبناني وحيد بيضمن بعض البعض وبيقدر يامن كل الحقوق وكل الواجبات بالمساواه الى كل الشعب اللبناني. أوكي. هيدا انا اللي بامن فيه. أوكي. وهيدا اللي بدي اياه وهيدا اللي عم طالب فيه اليوم. طيب في شغله وهيك هي شوي حساسه، بس اذا هيك بنرجع لورا، كمال جنبلاط اغتيل، بشير جميل اغتيل، رفيق الحريري اغتيل، السيد نصر الله اغتيل،
كل الطوائف اليوم أكلت نصيبا من الاغتيالات السياسية. اليوم السؤال، هذه اللحظة كيف سنغتنمها للذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية والبناء على مؤسسات، ونكون إذا بدك نلم بعض؟ يعني ما بعرف إذا شعر هيدا الشيء اللي أنا عم أقوله بصراحة، بس بلحظة مثل هيدا اللحظة نص العالم على نص العالم برات بيوتها، نص العالم بعد تحت الأنقاض، ما فينا نقول إلا هيك. اليوم عليكم مسؤولية كبيرة كمسيحيين، كمسيحيين عليكم مسؤولية كبيرة، لأنه كمان بوقت كمال جنبلاط ووقت بشير الجميل ووقت رفيق الحريري كمان كانوا على الآخرين، كان في مسؤولية مشتركة على الطوائف. اليوم الموارنة عندهم مسؤولية كتير كبيرة بلم هذا الجرام الإسرائيلي ولم البلد ولم الطائفة الشيعية. شو بدكم تعملوا؟ هلأ أنا إذا نديم بشير الجميل ابن الشهيد بشير الجميل يتوجه اليوم إلى الطائفة الشيعية يلي استشهد له السيد حسن نصر الله، شو بدك تعمل؟ أنا بدي أرجع على نفس المسار اللي أنت اعتمدتيه. كمال جنبلاط بنعرف إنه السوري اتقتلوا بوقت ابنه ما اعترف إنه السوري قاتل كان كمال جنبلاط. تبين بعد 30 سنة من بعد اختيار رفيق الحريري إنه كل العالم انقلبت على النظام السوري. بشير جميل انقتل وفي شر في 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 شردمة كتير كبيرة إذا كان رجل وطني أو رجل عميد مثل ما في بعض بيصنفوه. تبين حتى من بعد 30 سنة على اغتيال بشير جميل، وأنا متذكر كتير منيح مرحلة 14 أذار، قديش السنة بلبنان من بعد اليقظة اللي صارت معهم من بعد اغتيال رفيق الحريري كيف اعتبروا بشير رجل وطني، وكيف رجعوا بلشوا يعتبروا أنه يا ريت اكتشفنا بشير بال 82 كنا وفرنا على حالنا احتلالات، وخاصة الاحتلال السوري. رفيق الحريري كان يمكن نعتبر من 92 ل 2005 انه هو حليف الاساسي للنظام السوري، تبين انه بالاخر النظام السوري هو يلي قتله. انا اليوم ما رح فوت بافتراضيات، وما رح فوت اذا اليوم النظام الايراني هو باعه للسيد حسن بهيدي العمليه، وفي كتير كلام بهيدا الشيء، ويمكن المستقبل بدل على هيدا الامر او لا. خلينا نقول وجهه نظر لهيك. ما رح فوت بهيدا. وجهه نظر. نعم. بس كلنا اليوم لازم نوعى تماما انه ما في شيء بيحمينا الا لبنان. نعم. ما حدا قادر يحمينا السيد حسن ولا للطائفة الشيعية الكريمة، ما حدا رح يقدر يحميها الا بقية اللبنانيين. طيب. ولا سلاحها حميتها. والاحزاب خلص. ولا السلاح تبعه جاب له شغلة إضافية، بل بالعكس جاب له الدمار. البعض ولا النظام الإيراني قادر يحميهم. نعم. ولا النظام السوري واللي راح طلعوا دافعوا عنه بسوريا قدر حماهم. طيب. ولا كل الخط الممانعة قدر حماهم. اليوم الطائفة الشيعية بوضعية الطائفة المسيحية ب 82، نحن لأنه بنعرف الوجع، ولأنه بنعرف معنى الشهادة، ولأنه بنعرف معنى الوطنية، أنا اليوم بدعي كل الطائفة الشيعية توعى تماما وطنيتها، وانه ما في شيء ممكن يجمع الا الوحده الوطنيه والمصلحه الوطنيه. سؤال اخير، تعال نتفق نحط على الطاوله خلافاتنا. نعم. وتعال نتفق. أوكي. كيف بدنا نبني هذا الوطن مع بعضنا البعض. نعم. بدون فرد على الطاوله. نعم. بس سؤال اخير هيك، وبتمنى هيك باختصار لانه ضيوفنا بعد عنا كثير ضيوف، وهذا كمان السؤال كمان هو من التجارب الماضية وصورا لليوم. اليوم في قوات احتلال إسرائيلية على الحدود اللبنانية بالجنوب عم تحاول تفوت. هل برأيك وبكل صراحة، مش عم بحكي عنك تحديدا، أنا عم بحكي عن الساحة المسيحية، هل برأيك هل ثمة فريق مسيحي في لبنان يراهن على دخول الإسرائيلي إلى لبنان لينتخب رئيس جمهورية؟ يعني تجاوب على سؤالك بطريقة مباشرة، لا، ما بفتكر حدا مراهن على الإسرائيلي لينتخب رئيس. على الأقل في ناس بلبنان مراهنين على الإسرائيلي ليقدر يحل مشكلة السلاح بلبنان. بقول لك أنا إيه. مين؟ لأنه مشكلة السلاح هي مشكلة أساسية. يعني هلأ في ناس في قوى سياسية بتراهن على الإسرائيلي لحتى يلغي سلاح حزب الله؟
في ناس عايشت تحت الخوف وتحت القتل وتحت الدمار وتحت الرقد على فترة 20 سنة. ما فيك أبدا تلوميها أنه اليوم عم تيجي تقول أنه في حدا عم يجي وبدون أي تعامل معهم ولا بدون أي تنسيق معهم ولا بدون أي تعاطف معهم. بس ما فيك تيجي تلوميهم اليوم أنه في حدا مين ما كان يكون، كان في يكون الإسرائيلي بكرة الأمريكاني أو السعودي أو مين ما كان، أنه يجي تيجي تلوميهم أنه اليوم عم في حدا عم يجي يشيلهم هيدا العبء من 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 فوق راسهم. لأنه نحن صراحة تعاملنا من 2005 لليوم، تعاملنا حزب الله مثل ما هو عم بيتعامل معه اليوم الإسرائيلي. للأسف عم بقول هيدا الكلام، ولكن حزب الله تصرف مع كتير فئات من من اللبنانيين، من الشيعة الأحرار للسنة للمسيحيين للدروز، تعامل معهم بنفس الطريقة والعنجفية والفوقية والتخوين والخوف هيدا يلي اليوم عم بيتعاملوا معهم الإسرائيليين. كمان هيدا وجهة نظر، وهلأ ما في وقت كتير نفوت فيها، بس يعني طبعا نحترم هذه وجهة النظر. بكلمة أخيرة، في يعني رئيس ولا ما في بهذا الشهر؟ لأنه في كلام أنه بآخر الشهر في رئيس جمهورية، إيه أو لا؟ هلا انت عم تساليني هلا اذا مراهنين على انتخاب ترامب او ما بقى. لا ابدا، انا عم بحكي انه هلا بالكواليس يعني السياسيه باللبنان. لا، لانه كل الكلام اليوم انه انتخبنا الرئيس ميشيل عون قبل 3 ايام من انتخاب ترامب بوقته. بس انا برايي بعد بكير اليوم لنحكي فعليا نعم. باي محور او الى اي محور رايح لبنان. نهار اللي بنتفق على اي محور رايح لبنان، وانا بتمنى انه لبنان يرجع على طبيعته وعلى حضارته وعلى همزه الوصل بين الغرب وبين العرب وبين الغرب وبين نعم. الشرق، ساعتها نقدر ننتخب رئيس جمهوريه ونرجع ننتخب رئيس جمهوريه للجمهوريه اللبنانيه الحره. نعم، شكرا لك نائب نديم الجميل على هذه المداخله، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك على هذه المداخله دكتور بول مرقص. مثل ما عم بيقول، كان اول شيء نديم الجميل عم بيقول بعد بكير يبدو انتخاب رئيس جمهوريه مش ناضج. موسنيور عم بيقول نحن بحاجه الى رئيس جمهوريه للمفاوضه ووقف اطلاق النار وبناء الدوله هلا بناء الدوله بعدين، بس انا خلينا نوقف اطلاق النار بالاول. نحن بحاجة إلى رئيس لذلك. أكيد ما فيك تعيد تركيب السلطة أساسا، ما فيك تشكل حكومة من دون رئيس. تنبلش من هون، ما فيك تعمل أي إصلاحات من دون وجود رئيس. خلينا عن الحرب، عن ما الحرب فيك قبل إصلاحات، ما فيك توقف إطلاق النار قبل كل شيء. بأي تفاهم، أنا ما بسمي اتفاق بالضرورة، لكن إذا في تفاهم دولي مفروض يتم، مفروض يصير في مفاوضات مع رئيس الجمهورية اللي هو بيمثل حسب المادة 49 هو بيمثل البلد، ما حدا غيره، ومنوط فيه بالمواد اللي بعدها كلها الخمسينات بتحكي عن هالامور. هاي احدى المواد كمان بتنص بصراحه على انه المفاوضات بتعود لرئيس الجمهوريه. نعم. وعقد الاتفاقيات الدوليه. طيب. وما ادنى من ذلك، يعني كل التفاهمات الدوليه بتكون عبر رئيس البلاد. اللي عم بيصير اليوم امر هجين. نعم. وقت اللي عم بيجي اي مبعوث اجنبي، ايه؟ اي مسؤول بده يحكي عم بيعمل برمه رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومه، عم بيعمل برمه غير محلها يعني عند البطرك، وعم بيطلع بيطلع هلا بلشوا. هلا انتبه شغله، ما في مانع انه اليوم اذا رئيس دوله او اي شخصيه دوليه اخرى نعم. بتجي بترتب لقاءات علنيه وثنائيه، ما في مانع، بس انه ما يكون في رئيس للهرم، ما يكون نعم. في رئيس للدوله. لا وقف اطلاق النار. كرمال هيك اليوم يبدو ان المسائل الدبلوماسيه تركز على اولويه انتخاب رئيس جمهوريه قبل وقف اطلاق النار، وسط توقعات انه ما بعرف اي متى بتوقف اطلاق النار. بصير هالشيء باكج ديل كمان، ما بنعمل لكم اي حل الا ما تبلشوا بانتخابات رئيس الجمهوريه. بدي اقول بس انه بدي بعد هيك يكفي الفقره او كم سؤال مع المونسنيور، لانه بده يغادرنا بعد شوي، وبدي انتقل لزميلنا زملائنا رياض قبيسي وهاد الامين بفقرتهم اليوم كمان عن غرفه العمليات. مونسنيور احكينا عن القمة الروحية، بدي احكي شوي عن لقاء رئيس نجيب مئاتي بالبطريرك الراعي والاتصالات المسيحية. كيف كان اول شيء اللقاء؟ شو صار؟ شو قال له الرئيس مئاتي للبطرك الراعي؟ والراعي والبطرك الراعي شو قال له؟ وشو رح يعمل الراعي مع القوى السياسية المسيحية يلي هي بعدها لهلا مش متفقة؟ اجتماع دولة الرئيس الحكومة مع سيدنا البطرك كان متابعة للاجتماع اللي صار قبل بيومين بين الرئيس بري وليد بلاط، لأنه حمل المشاورات اللي عملوها الأقطاب الثلاثة تحت لسيدنا البطرك فيطلع له ويعطي رأيه فيها.
وهن اللي قالوا عنا بالمؤتمر الصحفي قصة تطبيق الـ 1701 هلا وانتخاب رئيس الجمهورية. هودي العنوانين الكبار. نعم. وبما انه يعني بيعتبروا هلا المرجعية المسيحية الوطنية هي بكركي بالإضافة إلى الأحزاب ورؤساء الأحزاب المسيحية. نعم. لأنه هن عملوا هالمبادرة مع بكركي طلع دولة الرئيس مئاتي باسمه وباسم الرئيس بري لعند البطل لتطمينا انه نحن مش عم نعمل شيء اسلامي بس، يعني مش بس انه اجتمعوا المسلمين. وصلوا الكلام انه في نوع من الجو المسيحي يعني المستغرب هذا. وهن كملوا المبادره مع الاحزاب المسيحيه، طلع موفد لعند وائل ابو فعور عم بيجول على القوى المسيحيه، شو عم بيقول لهم بالضبط؟ يعني عم يحكوا بضروره انتخاب رئيس جمهوريه وتطبيق 1701 بس هودي اللي بينحكى فيه. طب قال لكم الرئيس بري او سوري الرئيس مئاتي قال لكم شيء عن الورقه اللي بنيويورك؟ يعني الورقه بنيويورك تتحدث عن هدنه 21 يوم لاجراء المفاوضات ولكن عن غزه ايضا كرمال هيك في كلام انه السيد نصر الله وافق عليها قبل استشهاده. هل كلام رئيس حكومة نجيب مئاتي بالصرح البطريركي تضمن بالمضمون أنه هذه المبادرة اللي طلعت من عين التيني هي فقط لوقف إطلاق النار وأجراء مفاوضات على جنوب لبنان، وقف بجنوب لبنان ولا كمان بغزة؟ أنا ما كنت بالاجتماع بس عندك معلومات، ولكن معلومات حتى من بكركي وبرات بكركي. نعم. تقول أنه 1701 طريقة تطبيقه يعني أكيد بده يسبقه هدي وأكيد بده يطبق حسب يعني الشيء كان منحكى عليه. هلا تفاصيل صغيره انا لا يبدو الربط مع غزه ما لنا تفاصيل صغيره، مش اكيد ما بس يقول بدنا نطبق 701 معناتها ما فيش ربط مع غزه، ما في ربط مع ما غزه، ما فيش ربط مع غزه. معناتها ما خرج به اليوم الرئيس نجيب ميقاتي من هذا الاجتماع وطلع على بكركي ما كان في ربط مع غزه، يعني اذا بيطبق 1701 معناتها ما في ربط مع غزه، يعني هذا شيء المنطق بالمنطق السياسي. طب اليوم شو هيك اخيرا شو رايكم باللي قاله اليوم وزير الخارجيه الايراني وامبارح الخامنئي ايضا؟ انا هذا الموضوع يعني ما تسمحي لي ما فيني اعلق عليه. بس انا بدي اقول لك شغله تباعا اللي قاله الشيخ نديم الجميل. نحن سيدنا البطل كان طرح مشروع من سنه واكثر، سنه ونص، هو مشروع حياد لبنان الايجابي. مشروع حياد لبنان الإيجابية اللي هو بيرجع يحط لبنان بموقع الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط كهمزة توصل بينه وبين كل الدول العربية والغربية. تالي أنا برأيي كمان لازم هذا الموضوع نرجع نمشي فيه نحن كمشروع طبعا حتى مش كل 10-15 سنة ما نعمل حرب يعني. طب سؤال أخير قبل ما هذا كمان سألته لنائب نديم الجميل، برأيك اليوم قديه خطر يكون في أي فريق مسيحي بالبلد بعده ناطر ومراهن على دخول إسرائيلي لحتى يروح على رئاسة الجمهورية يشوف وين رايحة؟ أنا برأيي وقديش خطر نكرر تجارب الماضي؟ أنا برأيي اليوم ما في حدا ينكي عنده هالتوجه هذا، وحزب الكتاب قالوا اليوم نحن ما بنريد يكون في حدا مكسور يشعر أنه مكسور. نعم. وسيدنا البطرك بوعظة الأحد عدد اللي تفضلتي فيه، هلا نحن رحنا شهداء كتار من كل الطوائف، صرنا شركاء بالشهادة، شركاء بالدم، لازم نكون شركاء بالتزامنا ببناء الوطن. نعم. هذا الموضوع لازم كلنا نفكر فيه. اليوم كلنا قدمنا شهداء، كلنا قدمنا دم، كلنا دفعنا ثمن حروب، شعوبنا أهلنا وأولادنا كلهم دفعوا، خلينا نرجع نستفيد من هالشراكة بالشهادة والشراكة بالدم تنبني لبنان سيد حر مستقل حيادي إيجابي يكون منارة بالشرق الأوسط. هذا لبنان، وإلا نحن منكون يعني ما بعرف منكون عم نقطع أزمات ونرجع تنوقع بأزمات تانية كان 10-15 سنة. نعم. بدي أشكرك مونسنيور عبدو أبو كاسم مدير المركز الكاثوليكي للإعلام على هذه المشاركة في هذا البرنامج. اسمحي لي بس قبل ما يغادرنا المونسنيور، انت رح تبقى معنا، ما في مشكلة ابدا، بس لانه تدليلا على اللي تفضل فيه قبل، المادة 52 من الدستور يتولى رئيس الجمهورية المفاوضات في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، يعني هيدي صلاحية رئيس الجمهورية، اي مفاوضات تجرى حتى مع دول اجنبية او مع الامم المتحدة، زيارة مبعوثين اجانب، وزراء خارجية، حتى اذا ارادوا بيطلبوا لقاء رئيس الجمهورية، هو بيمثل الدولة اللبنانية
وهو مغيب. نعم. هلا اللي قاله يعني انا نديم الجميل هو يعبر عن رايه، نحن هذا البلاتو هو لكل الناس، لكل القوى اللبنانيه بتعبر عن رايها. طبعا نحن مش رح ننسى انه في مصاب اليوم البلد على الارض، جروح البلد، الناس نازحين طبعا وهو نزيف كل لبنان، وليس فقط نزيف فريق واحد ولا طائفه واحده. مجددا شكرا لك مونسيور عبدو ابو كاسم على وجودك، بدي ودعك، وكمان بدي ابقى معك دكتور بول بمواضيع اخرى ايضا بالقانون الدولي ب 1701. مشاهدينا بدي انتقل مباشره لزميلنا وزملائنا رياض قبيسي وهادي الامير. مساء الخير، ما بعرف شو عندكم اليوم بغرفه العمليات. اليوم عندنا مقابله مع الوزير، مش الوزير، المحافظ محمد مكاوي، محافظ جبل لبنان، وزياره ميدانيه لغرفه العمليات المركزيه في السراي الحكومي. تفضل. شكرا جوزفين. اذا نتابع مع غرفه العمليات، وهي الفقره التي نحاول من خلالها ان نقف عند احتياجات النازحين ومدى جهوزيه المؤسسات الحكوميه لمواجهه ازمه النزوح وايضا المساهمه فيما امكن في تماسك الجبهه الداخليه. يشاركنا اليوم في تقديم هذه الفقره الزميل هادي الامين. هادي، نحن امبارح كنا بالزياره، صح ما لقى؟ يعني اضطرينا امبارح نزور غرفه العمليات بعد شهر معهم يعني عمليا، ومع هيدي الدوله اللي بعدها لهلا، على الرغم من انه صار له اكثر من 10 ايام بتوسع العدوان، بعدها مش جاهزه. شفنا بالسياسه هلا بلشت المناكفات ولكن ما في تكاتف وطني ولا في حاله لانقاذ الناس من هيدي الماساه اللي هن عايشينها. بس ما في شك انه يعني احنا كانت زيارتنا للاضاءه على اذا بدك دورهم الجوانب الايجابيه، مشان ما دائما انه احنا عم نصوب سلبيا، لانه في ناس عم تشتغل في ناس ما عم تشتغل كمان، لنحكي الامور مثل ما هي. بس عموما نحن وعم هلا بنشوف كليب صغير عن الزياره بشكل عام بالاول، وبعدين بنفوت بالترتيب بالمقاطع الصوتيه يعني من المقابلات اللي عملناها هونيك، لا سيما مع السيد زاهي شاهين من وحده اداره الكوارث. هلا نحن وعم نحكيكم وعم نشرح لكم عن هذه الوحدات الكثيره، ما تتفاجئوا يعني نحن ضعنا لدرجه اتصلنا فيهم اكثر من مره لنفهم شو هيكليه هذه اللجان يلي معموله من اجل اداره الكوارث في حال حصلت. ورح نتعرف سويا انه في اشياء كان مفروض تكون معموله، وفي دور كبير على النواب ومجلس النواب كان ولم يتم تفعيله، وهذا الامر لم يتم تفعيله مش بشهر وشهرين، نحن عم نحكي عن سنوات. بس خلونا بالاول هذه دغري ننتقل مباشره نشوف فيديو للزياره بشكل عام، وبنرجع بعدين بننتقل لكل جزئيه بجزئيه كيف ناقشناهم فيها. مثل ما قلنا ايضا رح يكون معنا محافظ جبل لبنان السيد محمد مكاوي، لانه في دور كبير على المحافظين، ورح نناقشه تباعا بما سمعناه هنيك عن دور المحافظين وشو كان مطلوب من كل وزاره. نشوف في الاول. هيدي البروشير اللي جربنا قد ما فينا نعممها عبر جروبات واتساب، عبر وزاره الاعلام، عبر الوكاله الوطنيه، عبر الوزارات، عبر مراكز المحافظات للناس، لتقدر تعرف بمين تتصل وين لتتوجه. هيدا الداشبورد كله بلش فوكس على منطقتين اللي هن النبطية والجنوب. ادني بس عمل لي فلتر على بيروت. هيدي المنصة هدفها اليوم
نعرف شو في عنا إمكانيات، شو في عنا احتياجات، ونعرف وين نحن لحتى نقدر نخطط لبعدين، لأنه اليوم إذا ما كان عندك أرام واضحة صعب تخطط لوين أنت بدك تروح. طيب إذن هيدي غرفة العمليات المركزية. هلأ تركزوا معي، أنا في كذا لجنة، ما يغركم الرقم، لجان وحدات وغرف وهيئات. على فكرة بس لنكون يعني منصفين، احنا هون ما عم نلوم الجماعة، هذا شيء ما خصهم فيه، بس هو يعني قبل ما نفوت يعني هاي غرفة العمليات المركزية اللي هلأ مفروض عم تشتغل أو لا تقدر تواجه موضوع النزوح، يعني تجرب تحل موضوع أزمة النزوح. بس هو لازم تفهموا شو فيه بالأساس. فيه بالأساس في شيء اسمه وحدة إدارة الكوارث، هيدي بيسكلي بتكون بيتم تشغيلها من قبل UNDP، هيدي موجودة كفريق استشاري بجانب رئاسة الحكومة مشان تقول له شو يعمل عند حصول الأزمات. هلأ في شيء تاني اسمه لجنة تنسيق عمليات الاستجابة للكوارث والأزمات، يلي بيرأسها أمين عام المجلس الأعلى، لأمين عام مجلس الأعلى للدفاع، أوكي؟ هيدي موجودة يعني، هو هيدي اللجنة شغلتها تنسق ما بين الوزارات عند حصول أزمة. وهلأ بنحكي بعدين عن خطة الاستجابة الوطنية يلي تم تقديمها من سنة 2012 بالمناسبة، يلي بقلبها شيء اسمه ملحق الحرب وتم تفعيله عام 2023، عدى العام 2023 زادوا عليه بارت، هنحكي البارت نشوف مين مسؤول عنه هادي. بس أنا بس عم جرب ارسم هالصورة لقلكم ليش عم جرب ارسمها، لانه هو بالاساس مثل ما لازم يكون كان مفروض يكون في عنا شيء اسمه هيئة ادارة الكوارث، اوكي؟ ليش؟ شو الفرق بينه وبين لجنة تنسيق عمليات الاستجابة للكوارث والازمات؟ انه هاللجنة ما عندها صلاحيات تنفيذية، هيدي اللجنة بتنسق، يعني بتحكي مع هالوزارة بتقول انت شو ناقصك، انت شو كذا، انت شو كذا، مثل ما هلا عم يعملوا. بالوقت اللي هو مفروض يكون في شيء اسمه هيئة إدارة الكوارث، واللي هي بالمناسبة غير الهيئة العليا للإغاثة، أوكي؟ لاحظوا حجم الهيئات اللي عندنا، يعني الواحد إذا بيقرأ حجم الهيئات اللي عندنا بيفترض إنه إذا أكلنا نووي مفروض نعرف نتصرف، بس الوضع مش هيك. عموماً فاللي عم نقوله هلأ ليش ما في هيئة لإدارة الكوارث؟ وين نايم الملف بمجلس النواب؟ لأنه البعض بيعترض، بعده أصلاً بيعرفش الفرق بين شو مفهوم الدولة وشو مفهوم الحكومة، بنحكي عنه هذا الموضوع بعدين. بس الأساس أنه في مفروض يكون في شيء اسمه هيئة إدارة الكوارث، وهي كان مطلوب من مجلس النواب أنه يشرعها، يعمل لها التشريعات لتصير قائمة، ولم يفعل ذلك لغاية في نفس يعقوب، يعني مش لأنه هيك ما عملها لأنه ما جاي عباله يعملها، لا، لغايات بعينها. بس هذه بيجي وقتها، بس نخلص من الأزمة نحكي فيها بوقتها. بس عموما خلينا نبلش دغري هذه مع كيف نشرح شو تقسيم حاليا غرفة العمليات اللي زرناها. هون عم نشوف في معنا مساعدة من أزري لبنان اللي هنا عم يساعدونا كتير بكل عمل الداشبوردز والديتا مانجمنت. عنا فريق من وزارة التربية، مدام هيلدا هي ممثلة وزارة التربية بالغرفة، وفي مساعدة لها من الموظفين UN ليكونوا عم بيساعدوها بكل متابعة حاجات الوزارة. عن وزارة التربية كمان عنا سوسن، مدام سوسن هي المسؤولة عن التقرير اليومي اللي عرضناه. في يمكن أكتر تحطينا بجو قد ايه كانت صعوبة التطور للتقرير. عندنا من المجلس الوطني للبحوث العلمية، عندنا من الصليب الأحمر، وبشار كمان الاي ام عن هذا الداشبورد كمان من اليو ان. فهول شؤون اجتماعية ما في حدا؟ بلا وينها شؤون اجتماعية، يمكن هذه فوق لأن احنا عندنا كمان مكاتب فوق. سؤال خطوط الساخن هذا وين بتكون؟ مش عنا، احنا ما عنا خط ساخن هون. ايه لانه هون يعتبر خطوط اتصال بس مع المحافظة. طيب اذا هيدي كيف يعني بيسموها هذه غرفة العمليات المركزية بالسرايك، هي هاي اللي دورة تنسيق بين الحكومة من جهة والوزارات المعنية من جهة، وبين يعني إذا بدك السلطة التنفيذية اللي على الأرض اللي هي المحافظين بإدارة وزارة الداخلية. هلأ خلينا نشوف الآلية، يعني هني كيف عم بيشتغلوا ضمن وفق أي آلية. هلأ نحن من أول يوم، يعني عم بحكي نرجع لنوفمبر سنة الماضية، نبلش بين وحدة الكوارث عبر اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات المواجهة والصليب الأحمر
نعمل كولكشن للديتا كلها عن جنوب شو عم بيصير. فهيدا الداشبورد كله بلش فوكست على منطقتين اللي هن النبطية والجنوب، وبيرجع مع توسع المعركة نقل ليشمل كل لبنان. تركيز كان فيه على عدد النازحين وتوزعهم كيف كانوا بيتوزعوا. أول مرحلة ما كان فيه فتح ملاجئ للدولة، مع بداية توسع المعركة عقدت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات المواجهة بالسراي اجتماع، حضروا دولة الرئيس وطلب تفعيل غرفة العمليات المركزية. بتفعيل دولة دور الغرفة اللي نحن فيها اليوم بيحضر فيها ممثلين عن كافة الإدارات والأجهزة الممثلين على مستوى اللجنة، وبلش تدخل الديتا وتوصل الديتا للغرفة من هالإدارات والأجهزة. الدور الكبير كان بالمرحلة الأولى كان لوزارة التربية، اللي هي وضعت بتصرف اللجنة كل مباني المدارس الحكومية، ورجعنا لاحقا صار فيه المهنيات وبعض المباني الجامعية. هون بلشت المتابعة، بلش الرقم، وهيدا رقم يعني it's a live number، بيتحرك بحسب قد ايه صار عم بيتأمن. يعني اليوم في 888 هول، مش بس هول شلترز رسميين بدنا نعتبرهم، يعني ادارتهم عم تتابع مباشره من مراكز المحافظات 100%، مع انه اللي عم نحاول نعمله انه حتى على مستوى المحافظات يشملوا البرايفت للمساعدات تقدر تخدم الجميع. من اصل 888 عندنا بارت منهم هن بابليك سكولز وبابليك بيلدينجز، وبارت منهم هن برايفت. 672 منهم، هيدي يمكن بيعطي شوي مؤشر على الازمه، صاروا ساتوريتد، ولما نقول ساتوريتد صاروا اوفر كاباسيتي، يعني ما معنا كثير بعد. وهيدا اللي عم نشهده اكثر شيء وعم بكون صعوبته هي الديسبليست الجديد اللي عم بيصير، يعني نقل ناس من النبطية على صيدا، عم ينقل ناس يرجعوا من صيدا على غير محل، على كل ضرب جديد عم ينقل الناس اللي بها محيط هالضرب الكبيرة على مناطق جديدة، فعم تتغير دائما هيدا المعلومات. يعني هون هذه بس مفيد نشير لها النقطة، لأنه في كتير شفنا مراكز إيواء، يعني مؤسسات خاصة عم تقوي ناس لتقدروا تحصلوا على مساعدات، مفروض تروحوا يروحوا يسجلوا بغرفة العملية ليقدروا يرصدوا هني عدد، لأنه مشان أنا عم نعرض، لأنه ممكن واحد يسأل ليش عم تقعدوا كل هذا الشيء، ناس مثلا يعني مش ترويجا بس، يعني هذا كان ساعد لنظم عملية. في ناس نحن عم يوصلنا رياض مقدمة مثلا مباني فيها بحدود 100 نازح، بيكون هاي المباني مش مرصودة ضمن غرفة العمليات لأنه هيدي الناس لهلأ ما سجلت انه هي عم تقوي نازحين. فمطلوب من هول الناس يبلغوا غرفة العمليات عبر الارقام اللي حنشوفها بعد شوي لحتى يعتمدوا ويصير يتقدم لهم المساعدات اللازمة. وعلى فكرة هذا يشمل ايضا يلي بقدموا مساعدات بيقدروا كمان يتواصلوا من خلالهم، بس ولو انه بحسب ما عرفت هلأ، يعني انه لانه كنت عم بسأل الهبة الاماراتية كيف مين بده يستلمها، رح يعملوا لجنة لاستلام الهبات. يعني بلد بحب يشكل لجان، ما بعرف. على كل خلينا نشوف شو دور الغرفة، نشوف بالتالي شو دور الغرفة. غرفة العمليات المركزية دورة بشكل أساسي هي تسهيل عملية التنسيق بين الإدارات، يعني إذا إدارة معينة بحاجة لتدخل إدارة أو إدارتين مختلفين بعملية معينة بالاستجابة، تليفونات هون بتكون دغري مع الأشخاص الممثلين لهيدي الإدارة. ما بدك تطلع بالهايركي لمدير عام لوزير لياخد القرار وينزل نزول، هيدي بتسهل كتير العملية. غرفة العمليات هون تفعلت بكتير استجابات بآخر 5 سنين، أهمهم كانت انفجار المرفق والكورونا وحرائق الغابات، بس ولا واحدة كانت بهالحجم. هلأ هيدا الداشبورد بلش يتطور، مثل ما قلت بلش اول شيء عم ياخد الديسبليست على مستوى الجنوب، بلش ياخد الديسبليست على مستوى البلد. نقلنا عم نجرب هلا قد ما فينا ناخد على مستوى الهاوس هولد، هيدا عم بكون كتير تشالنجينج الهاوس هولد، يعني قد ايه في ناس هلا قاعدين بالبيوت، واللي هو نحن عم نقدره يعني بالمعادله اللي طرحها وزير البيئه انه 1 على 4، يعني اذا عندي 1 بالشلترز عندي 4 قاعدين بالبيوت، فهيدا عم نحكي صرنا رقم كتير ضخم وصعب إحصائه. يعني عم بتجرب قد ما فيها وزارة الشؤون، عم بجربوا البلديات عبر المحافظات القائم مقاميات يشملوا هالرقم، بس بعده عم بكون في صعوبة كتير انه نوصل لهيدا الرقم. بموضوع الشلتر نيدز، الشلتر نيدز معنا قاسم، استاذ قاسم شعلان من الصليب الأحمر، لأنه أكتر شيء عم بكونوا عم بيساعدوا على مستوى المحافظات بفرق من الصليب الأحمر وفرق من اليو ان دي بي، عم بتساعد المحافظ هلأ لتقدر تجيب النيدز
لنرجع لموضوع انه كل المؤسسات الدولية والمحلية عم تطلب من المحافظ انه اللي انت شو الحاجات لا اقدر اعمل مش مركزية وطنية بس اتليست مركزية ريجنال مين عم بيعطيني الحاجات. بس بهالمحل انا خليني افترض حالي مواطن هلا نازح اوكي وما عم لاقي محل روح عليه شو الآلية يلي لازم يتبعها المواطن حتى يقدر يضمن هو انه انا والله دق لفلان لا اقدر امن 100%. من نحن هيدا من اول يوم اللي جربنا نعمله طلعنا هوت لاينز للمحافظات. الهوت لاينز خلقها الصليب الاحمر بقلب كل مركز محافظه وتبلغنا من وزاره الصحه لانه اذا بدك كان هو البلك الاكبر من البريشر على وزاره الصحه. 2 هوت لاينز هول تعمموا بالسوشيال ميديا وتعمموا على الواتساب جروبس هي مثل بروشور ازرق اذا فينا نفتحه بشي محل مع رقم وزاره الصحه لتعمل. مع رقم رجعوا صاروا هلا رقمين. هيدا اللي جربنا قد ما فينا نوصله يعني للناس باوسع طريقه لا يقدر. اذا انت ببيروت تعرف اي رقم تتصل لتعرف لوين بدك تتوجه. اذا انت عندك جريح او مضطر على دخول مستشفى تتصل برقم الهوت لاين تاع وزاره الصحه واللي هي هلا وزاره الصحه فاتت بمشروع اكبر انه تطلعك حتى كيف الآلية اللي بدها تغطي فيها الناسحين بكافة المناطق بموضوع التغطية الصحية وتأمين الأدوية. اوكي اذا هذا شفنا هون عم يحكي عن عم يخلص موضوع الخطوط الساخنة وعم يحكي عن الداشبورد اللي بينظمه من خلاله هو عمليا رياض في كتير ناس عم تدق لنا نحن لتسألنا كيف بنقدر نتواصل اذا بده يروح على مركز هذا اللي هلا نعرض لهم اياه. خلينا نشوف الفيديو تبع لا قبل الفيديو يعني خلينا نشوف الفيديو تبع الخطوط الساخنه بنرجع بنعرضهم كستيل ايمجز من هون من عندنا. اهميه هيدي الخطوط كانت انه مش بس لتتلقى اتصال كمان هي كانت عم تتلقى من الغرفة الوطنية وين صار الكاباسيتي بعد موجود يعني عم نقول ما تبقى توجهه على جبل لبنان وجهه أكتر على الشمال على عكارة بحسب كان موجات النزوح عم تجي بأرقام كبيرة. سؤال واحد ضاحي فل أوكي بدأ لوين جبل لبنان ساعتها ولا بدأ إذا هو مقرر لوين بده يروح لاتسي هو قرر يروح على عكار هو على الطريق بدأ على عكارة بس يوصل لوين يتوجه. إذا هو لسه ما بيعرف وين بده يتحرك يدق على أقرب نقطة عليه يعني هو فالق من الضاحي بده يدق على جبل لبنان لأنه بعده بنطاق جبل لبنان فمن هون. والخطوط الساخنة لوزارة الصحة كمان هو إذا بدك كروس كاتينج مع يلا حالة معينة غير هيك كان عم بيصدر عن وزارة التربية عبر غرفة العمليات المركزية بالنهار كذا بيان كانوا يسموه بيان رقم 1 بيان رقم 2 يعملوا أبديت للمراكز يعني هلأ مثلا بيروت زدنا عليه 10 مراكز هول هن هلأ كانت لا انت كلا في ويب سايت معين عم تحطون عليها أو شيء منه كنا عم نجمعهم هلأ كلهم على الداشبورد. نحن كنا أساسا نطلعهم مثل الباركود بس نحن قد ما فيه كنا الصعوبة كانت كيف بدك توصل لأكبر عدد من الناس وما بدك تفوت بكمبليكيشن تكنولوجي انا اقدر اعمل هيدا كان مفروض عم يتبلغوا الوكالة الوطنية فيهم كلهم هي الوكالة الوطنية ممثلة معنا. طيب اذا شفنا هادي هون عم بيحكي عن ارقام خلينا نسميها الخطوط الساخنة اللي من خلالها بيقدر يتواصل الناس على حسب لوين هني مش هني وين موجودين على حسب وين بده يروح او وين في اماكن او اذا هو موجود بمكان معين اذا بحاجة لاحتياجات معينة لنقول هو نازح بس بشقة معينة وبحاجة لفرش وخلافه على شو بده اون. يا ريت لو سمحت المخرج بياخد من عندي اول شيء في هذا الداشبورد يلي هني مفروض هلا بعد شوي رح نتعرف عليه كيف عم بينظموا الداتا هني جماعة عم اقول مطرح يشتغلوا من نعطيهم من صفهم. يا ريت المخرج بياخذ الصوره من عندي لو سمحت مخرج الصوره. فهون عم نشوف 100% هون عم نشوف الداشبورد هون الارقام هذه هي الارقام. يا ريت حتى الاونلاين يعني بيقدروا ياخذوها كستيل ايمجز وكستيل ايمج وبيشيروها كرمال العالم يكونوا على بينه منها لانه هالارقام مهم العالم تعرفها. اول شيء في الخط الساخن بشكل عام اللي هن 2-1-7-8-7 وزارة الصحة الرقمين هو لوزارة الصحة اللي فوق تماما وفي الارقام اللي هي لمراكز الايواء يلي هي حسب المحافظات اذا وزارة الصحة هن الرقمين اللي مؤلفين من 4 ارقام والباقي حسب انت لوين حابب تتوجه بالدق وساعتها هني بيجربوا يأمنوا لك مركز للإيواء. المشكلة الرياض بهيدا المطرح انه 3/4 العالم اللي عم تهجر
عم تقرر توصل على المركز العاصمي اللي هو بيروت. وصار واضح انه حكينا فيها هالقصة على عم تقلت هيدي المراكز انه في ناس بتفضل تدلب بيروت مشان شغلة بس هيدا اهمية كان التحضير لهذا الشيء من قبل وينعمل مع مثلا لنقول الناس المعرضين للنزوح كل مين عنده شغل ببيروت ليشوفوا وين بحطوه ساعتها مين اولوي يكون عنده مركز فهو ضروري الرياض بس هون نقول للناس انه اللي بالشارع او ما عم يلاقي مكان ببيروت في يتواصل على الارقام اللي عرضناها بغير مناطق يعني ممكن يلاقي بعكار اماكن هلا حنشوف بجبل لبنان يمكن بعد في اماكن فارغه ببعض المدارس فبالتالي الضغط كتير كبير على بيروت وفاقت القدره الاستيعابيه للمدارس الموجوده ببيروت. انا بس كمان استهلك لانه مشان الوقت ما يداهمنا كتير خلينا نروح ننط عن الفيديو الخامس وننتقل مباشره للفيديو السادس واللي هو له علاقه بكيفيه تقسيم النازحين يا ريت لو سمحتوا. نحن فعليا بناء على العرض اللي كان من عند الاستاذ زاهي مثل ما بنلاحظ هون هيدي منصه متحركه هلا عندنا 888 مركز ايواء يمكن بكره يكونوا صاروا 900 لانه نحن لحد تاريخ امبارح كان العديد 810 تقريبا سو عم نشوف شو الاشياء اللي عم تصير عندنا. موضوع المواكبه تبع مراكز النزوح احيانا بيصير في عندك مبادرات خاصة بيجي عندك بلدية معينة جمعية معينة كشافة معين بتنسي اليوم مع غرف عمليات المحافظات وقت اللي عم نحصل على هدول المعلومات عم بتروح على غرفة عمليات المحافظة بتم التواصل مع الجهة المعنية ومنأكد اليوم أكيد أنه هيدا المركز اللي عم يستعمل مقبول من الأشخاص سامحين هن يكونوا عم بيستعملوه بتروح هيدا المعلومات اليوم لحتى يصير في عنا عملية تقديم المساعدات وهلأ رح نحكي عنا كيف حاليا كيف الشغل عم بيصير اليوم. اليوم الصليب الأحمر اللبناني بالتنسيق مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالسراي الحكومي موجودين اليوم ب20 غرفة عمليات محلية اللي هي على صعيد اتحاد البلديات على صعيد القائم المقامية وعلى صعيد المحافظة. التوزيع تبعهم اليوم وفق الخطة بيكون في عنا أكيد المحافظ هو اللي بيترأس عنا مندوبين من الوزارات المعنية تحديدا الشؤون والتربية وبالتالي على أساسها بنشوف وين الاحتياجات وبتم التواصل على أساسها وموضوع الاحتياجات وتأمينها صور هيدا الموضوع الأساسي اللي عم نشوفه كتير على الإعلام عم نسمعه وعم نتابعه وهيدا رح يرجع لأنه أنا كنت عم تابع كتير من الحلقات تبعك وبالتالي وهيدا شوي رح يساعدني تشوف وين الأمور اللي معقول نسلط الضوء للمواطن تا يعرف عنها. طيب يعني كمان دغري مشان استهلاك الوقت نشوف الفيديو اللي بعده ما انه ما نطينا عنه نشوف الفيديو تبع تقسيم النازحين لو سمحتوا. شفنا اول شيء لائحه من وزاره التربيه معظم النازحين كانوا عم بفضلوا يبقوا بمنطقه بيروت وجبل لبنان لا للاشخاص اللي كانوا بيحبوا يروحوا على منطقه الشمال. وقت اللي وصلنا لمحل للفول كاباسيتي بمنطقه بيروت هون بلشنا نلاقي اذا بدك مبادرات محلية ومبادرات خاصة انه يفتحوا مراكز ايواء. الشرط الاساسي تبعها بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة انه اذا انت صاحب هيدا المبنى تكون انت ما عندك اشكال انه هيدا المركز انت قبلان انه يبقوا بقلبه الاشخاص بهذا الموضوع حتى ما تكون عملية احتلال اذا بدك. بناء عليه تلقائيا خلص صار مركز بضم اشخاص بقلبه في public private 100% سو لكان بالنسبة لنا إذا كان public أو private بتضم نازحين بالنسبة لنا صارت جزء من المنصة لحتى نحول المنظمات إنه هي تكون عم بتساعدها. شو عم يتقدم؟ ممتاز. هلا إذا بنرجع بنروح على موضوع إذا بدك shelter need خدني على shelter need شو اللي بيصير؟ بتضم تواصل مع غرف عمليات المحافظات والأقضية في عنا مندوب بقلب كل مدرسة المدارس الرسمية عم بيكون عنا مدير المدرسة ومندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية. فعليا من ضمن التواصل طبعا خليني اعتبر في عندي 500 نازح اذا نحن وصلنا 300 فرشه معناتها بعد ناقص عنا 200 فرشه على اساسها نحن بالنسبه لنا موضوع النيدز اللي ببين هون بكل الكاتيجوريز تبعه الحصر اذا بلانكيت فان اكسترا سو وقت اللي بتبين هدول بدك توقفها شوي بس تنمشي عليها يعني خدنا بس على يعني شو الاحتياجات؟ ايه شو هن موضوع الاحتياجات الأساسية اللي نحن بدنا إياها إذا بدون أكل إكسترا وقت اللي بتبين الاحتياجات بالنسبة لألنا نرجع منروح كيف عم بيصير الأكشن تبعها منروح على الدوناشن إذا بدك كيف هي تقدمت الدوناشن ومقسمينه نحن لتو بارت في عنا البارت اللي رح نحكي عنه بعد شوي تبع المنظمات الدولية في عنا شيء اسمه السكتر ليد يعني عنا بتكون منظمة دولية لليو أن بيكون هي إذا مسؤولة عن موضوع المياه والإصحاح
تحت منا بيكون الشركة اللي هني عم يشتغلوا بهذا الموضوع. سو نحن الاحتياج بيروح من غرفة العمليات تبع المحافظة لعند الشخص المعني بهذه الخدمة، ومنه اليوم بيشوف الشركة شو هني قادرين يقدموا. رح نحكي هلأ شوي على الجاب اللي موجود حاليا. نحن وقت اللي صارت عملية النزوح السريعة المنظمات، هو ما كان سير بالنسبة لها عم بتقول نحن ما بنملك الإمكانيات لحتى نقدر نلبي الاحتياجات للمئة ألف اللي كانوا أساسا بالجنوب. فبالتالي فجأة أنت صار عندك رقم كتير كبير وبعد ما في شيء تغير عنده، فجرب الستوك اللي موجود عنده الحالي، جرب يساعد فيه، وهيدا خلى بالبداية أنك ما تقدر تأمن كل الاحتياجات لكل الأشخاص بالوقت اللي نحن بحاجة له بهيدي المرحلة. طيب اذا هون شفنا كيف مقسمين المواضيع، ضروري نلفت لشغلي هذه بمعزل عن غرفة العمليات المركزية الموجودة حاليا، وبمعزل عن النقاش الموجود عن انه ليش ما تم التشريع لوجود هيئة لإدارة الكوارث. هني بالاساس الهيئة العليا للإغاثة كان فيهم يحولوها هلا بتكي بيحولوها لهيئة لأنه تكون هي بغير كم شغلة بس بتكون هي المعنية بإدارة الكارثة الموجودة لو بد. ما هو ليش ما قروها؟ لأنه في الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، هاي الهيئات الخاصة الزواريب الزواريب هدر المال يعني. هم بالأساس أساسا الهيئة العليا للإغاثة فين يحولوها لهيئة لإدارة الكوارث. أوكي ما هو شو ما عم بقول لك شو هالتسمية تركينا حرامات و... بس بماذا عن ذلك أنا بدي أعمل هالمقدمة صغيرة قبل ما ننتقل لعند المحافظ مكاوي، لأنه بتحدد شو كان كل واحد منه مطلوب عند الإعداد ل يعني هذه اللي شو بيسموها خطة الاستجابة الوطنية. هو بالأساس مفروض وحدة إدارة الكوارث عملت شيء اسمه خطة الاستجابة الوطنية، اطلعت عليها لجنة تنسيق عمليات الاستجابة للكوارث والأزمات، حطت ملاحظاتها وغيرتها، ومن 2012 انبعتت على مجلس النواب وقتها عم تتناقش، بس في ملحق خصو بالحرب لسيما سنة 3 يعني بس بسنة 23 بس صارت بلشت 7 أكتوبر تعدل عليه وانبعت مجددا لمجلس النواب، وفي 10 نواب بس ردوا وأعطوا ملاحظاتهم. نحن هنطلب من هول 10 نواب يبعثوا لنا ملاحظاتهم، نعرفهم مين هن بس بهمنا نعرف شو الملاحظات اللي عملوها، إذا بيبعثوا لنا إياها بيكون كتير ممنونين منهم بس نعرفهم مين هن. نحن في البقوة أنا بأكد لكم، أستطيع أن أؤكد بأنه ما قريوها للخطة. بس بما يتعدى ذلك خلينا نقول بأنه هاي الخطة انبعتت لكل الوزارات والمحافظين وانطلب منهم 3 أشياء: مراجعة دوركم بهاي الخطة، مدى جهوزيتكم، وشو هي احتياجاتكم. وبناء على ما تقدم معي محافظ جبل لبنان السيد محمد مكاوي. مرحبا سيد محمد. يا هلا مسيك بالخير، يعطيك العافية للمشاهدين. طيب أنا وزميلي هادي الأمين معنا كم سؤال، ما نأخذ كتير من وقتك، بدنا نسألك بس كم سؤال، وأنا بدي بلش بالسؤال الأول وأسألك. عندما أرسلت إليك خطة الاستجابة الوطنية لسيما الملحق المتعلق بالحرب، شو أرسلت أنت أو شو ردت أنت على جهة دورك كمحافظ، مدى جهوزية المحافظة عندك، وشو هي الاحتياجات اللي عندك، مع العلم انت مفروض يكون بحسب ما فهمت كل المحافظين يكون عندكم مثل خطط مماثلة بس على مستوى المحافظة، وانت تبعت ايضا للادارات يلي بتوقع تحت سلطتك او ما بعرف شو نقدر نسميها، وهن يردوا عليك شو كمان شو دورهم ومدى جهوزيتهم واحتياجاتهم. نعم استاذ رياض، لحلق شان نحن فريق العمل الشباب اللي هلا كنا عم نشوفه بغرفة العمليات المركزية، نحن وياهم كمان فريق عمل واحد بالمحافظة على الأقل بمحافظة جبل لبنان، يعني كان زاهي بإدارة كوارث أو قاسم شعبان الصليب الأحمر، هن أعضاء أساسيين بالنسبة لنا نحن بغرفة عمليات جبل لبنان. ولسبب نحن كنا يعني على تنسيق مباشر، يعني اجتماعات مباشرة، مش موضوع كأنه في معاملة إدارية عم تروح تجري لنا وبين التفاصيل اللي عندهم إياها نحن عنا إياها. كنا نحن مرات عم نكون عم نعطي رأينا ببعض الأمور كيف بدنا يكون التعاطي من الغرفة المركزية معنا، وكانوا عم يجتمعوا وكانوا عم يلبوا طلباتنا، وبالتالي التنسيق نحن مثل ما بقول لك مش انه والله في كتاب راح وشو تنسيق فريق واحد نحن بصراحه يعني. ايه بس يا سيد محمد سؤالي واضح، عندما تم اذا مثلا انا من الاشياء اللي فهمتها انه لما ارسلت هذه الخطه الى وزاره الصحه ردت وزاره الصحه انا بدي 1 2 3، ولذلك
كانت وزارة الصحة على جهوزية لمواجهة هذه. يمكن وزارة الصحة ووزارة الأشغال الوزارتين الوحيدين اللي طلبوا اعتمادات بوقت اعتمادات وعلى ذلك قدروا يتصرفوا. يعني أنا سؤالي لك أنت كمحافظ، هل طلبت من وزير الداخلية بأنه يطلع؟ نعم 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 نحن اجتمعنا مع بلخ، نحن بطبيعة شغلنا اجتمعنا مع وزير الداخلية، اجتمعنا بالسراي الحكومي مع رئيس الحكومة. أوكي. ونحكى قبل كل الأزمة، يعني قبل المفروض بكل هالموضوع هيدا. نحكى نحن قدرنا مستودعات، قدرنا غرف عمليات. يعني أنا اليوم بحافظ جبل لبنان عملنا غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات بكل قضاء، واستنادا لهذا الموضوع نستأنف كيف بده يكون الشغل بيننا وبين بعض وبين معرفة عمليات الحاجات حددناها، وقلنا انه نحن حضرنا مستودعات. ولكن يعني نحن اي الهاجس الاساسي نحن بالنسبه لنا هي الصدمه الاولى واللي كنا فينا بنعتبرها انه بدها تروح من اسبوع لعشرة ايام. ولكن تنكون صريحين بموضوع الصحة، هذا موضوع يعني خاص متعلق بالاستشفاء وكذا، ولكن الموضوع الثاني فرش كيف يعني لازم يكون يمكن حتى في مأكولات ناشفة جاهزة. هالقصص كلها اللي بدنا نتعاطى، الخدمات اللي بدها تتقدم للنازحين. أبدا المشكلة كانت الدولة بعتقد أنا بسبب الظروف المالية اللي عم تمر فيها كانت عم تعرض امان على المنظمات شو رح تقدم. انا بناء على هذا يعني بس يا استاذ محمد بس مع المنظمات وتكون استاذ محمد بس تحملني بس سؤالي مباشر، طلبته مصاري وما اعطوكم؟ يعني هيك بوضوح عم بسال ايه عشان قصه السلف نكون قادرين نتحرك بطريقة. طبعا طلبنا بسلف بعده ما حل رئيس الحكومه حل رئيس الحكومة ووزير الداخلية بعد الاجتماع الأخير قصة الأموال. واليوم تبلغني تخصص بس بعد ما أكيد ما قبضناها تخصص واعتمدوا المعيار اللي نحن كمان طلبناه، لأنه طلبنا أنه يكون التعاطي تبعا لنسبة النزوح. وأنا هيدا المبدأ اللي أنا بعتمده عندي بالمحافظة. يعني أنا اليوم غلط نقول نساوي بين المحافظات أو بين الأقضية أو بين البلديات، شوفي عند نسبة نزوح بعتبر في حاجة أكثر. فالسلفي تنكون صريحين من يومين أقرت بمجلس وزراء، اليوم أنا تبلغتها وعرفت أنه عندي 18 مليار بس طبعا لهلأ بعد ما وصلتني. وهذا السلفي هي فقط يعني تكون صريحين هي مبلغ تجهيزي، يعني حدا يعني شو هني يعني هيدول المخصصين كيف ممكن أنا اليوم عندي المدارس أو مراكز الإيواء اللي فيها بعض النواقص كيف ممكن عالجهم بس ما يكون بدهم استدامة. يعني أنا اليوم ممكن أمن محلات للاستحمام ولكن ما بقدر أنا أمن مثلا إذا قدرت أمن أظان في أمن بشكل دائم غاز للأظان مثلا أو مزود للتدفئة. انتوا هاي الاموال استاذ محمد يعني هلا مثلا في نقص عندكم بالفرش بس ما اكون ما جاوبته لرياض على السؤال. لا لانه انا سمعت غير شيء صراحه عم بحكي طلبنا السلف. انا سمعت انه ما حدا طلب غير وزاره الصحه ووزاره الاشغال. انا هيك سمعت. لا طلبنا سلف قلنا نحن عندنا مستودعات لازم يكون فيها للصدمه الاولى، وحتى اصير الموضوع انه بالمحافظتين اللي هن يعني مواجه بمواقع مواجهه يعني الجنوب والنبطيه غلط يكون فيها مستودعات، لازم تكون المستودعات بالمحافظات اللي لا تستقبل النزوح. وانا كنت بايد هذا الراي ولكن مستودعات اليوم فاضيه. المشكله انه انت عندك مشكله موارد وليس مشكله تنظيم او مشكله طلب ابدا مع الحاجيات فرش الحاجيات البديهية ما بدها كثير الامور. يعني اي شخص بيقدر يقول بثلاث دقائق شو هي الاحتياجات. قديش لهلا قادرين تلبوا انتم؟ قديش لهلا قادرين تلبوا ناس استاذ محمد؟ وشو الحاجيات اللي ناقصه عندكم؟ وواضح انه بعد لهلا ما في اموال، يعني هل الهيئه الاغاثه عم تامن اللي مطلوب منا بهذا الشق ولا بعدنا بمطرحنا من اول الازمه لهلا؟ هون جوهر الموضوع. يعني نحن اليوم مش الموضوع وكانوا في جهل الاحتياجات، الموضوع ما في قدرة على الاحتياجات. خلينا نكون صريحين اليوم، يعني لا انتم لا انا ولا حدا بقى قادر يكون انه عم بفتش على وين الجرح. نحن اليوم ازمتنا بموضوع النزوح هو ازمة موارد وليس ازمة لا ادارة. وعلى فكرة الشباب وانا مع كل شيء عم كنتوا عم بتقولوه،
بكل أزمة نحن عنا 100 إدارة بالكورونا مرعنا فيها، بانفجار مرفع بيروت مرعنا فيها، بكل أزمة مرعنا فيها عنا مشكلة مليون إدارة مليون لجنة وكل حكومة بتعمل لجنة أوكي. بس أنا خلينا نكون كمان عم بعطي الشغل اللي عم بصير هلأ، الشغل اللي عم بصير بالإدارة يعني باللجنة غرفة العمليات المركزية، أنا بالنسبة لي أنه كإدارة يعني برأيي جيد جدا مقارنة مع الأزمات اللي مرقت سابق، ولكن أخي أنا عملت أحلى ترتيب بس ما في في إمكانيات مفهوم على التنظيم. العلامة على بدنا ناكل عنب. ما شو وضع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية عندكم أستاذ محمد؟ يعني عم تقدم المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والمحلية؟ لك انا كنا عم نجتمع مع المنظمات الدوليه، ما نحن بالنهايه كمان وين انه ما في عذر على حدا. صحيح نحن الدوله عندها شح بالموارد وعندها معاناه وازمات وللاسف وين صارت الدوله يعني إيه، بس كمان نحن ما كنا عنا عصر مفاجاه اوكي، وهيدي شغله الواحد بده يقولها. نحن ما كنا عنا عصر مفاجاه، 10 اشهر كان ماري على حرب غزه صح، صارت هيدي ب 8 اكتوبر انا بفهم اوكي. طيب فاذا نحن تنكون صريحين، لصبر الاولى ما كنا محضرين مثل ما لازم، محضرين تنظيميا، محضرين اداريا، محضرين كل شيء. ما في امكانيات، وضحت فكره. على كل حال بدليل نحن امواج النزوح اللي صارت قدرنا نتعاطى معها بطريقه كنا عم ننسي هن والعالم الانهي بالعجل العجيب اللي كانوا على الانهي فيها، وعم نشوف كيف فينا قدنا فينا ما نخلي حدا يقعد بالطريق، نفتح المدارس بدون هدر يعني على قدر الحاجه، عم نفتحها مدرسه ولا مدرسه كله عم نعمل لو اداره، بس بعد ما فوتناهم على المدرسه ايه في مشكله. تعالجت يعني وضحت فكره اللي عم تقدر تعطي، عم تعطي اللي فيها تعطي. وضحت فكره سيد محمد. على كل حال نحن عم نعمل جولات على الغرف المركزية بالمحافظات. زميلي ليال بو موسى اليوم كانت بغرفة بيروت، إذا بتحب تستقبل زميلي هادي الأمين يعني نحن ما عندنا مشكلة يعني نعمل لكم زيارة بالغرفة. من هلا بيقدر الوقت اللي بده خلص بنسق معك هادي. أنا بدي أتشكرك كثير حضرة المحافظ. أنتقل إلى الزميلة زهراء فردون من بيروت لنستعرض حال النازحين كما العادة في كل مرة في هذه الفقرة. مساء الخير إلى كرياض وهادي ولجميع المشاهدين. نحن موجودين بمبنى العزارية بوسط البلد، هو المركز مركز الإيواء الأكثر استيعابا، هو التجمع الأكبر في كل لبنان، يحتوي على قرابة 2600 نازح أكثريتهم من الضاحية الجنوبية وجميعهم لبنانيين. حضرتك يعني نازح من الضاحية؟ من الضاحية. أي متى جيت؟ جيت نهار الجمعة بالليل. طبعا هيدا المركز هادي ورياض بيحتوي على وزارة البيئة، بيحتوي على وزارة الاقتصاد، في الغرف كمان مثل ما عم نشوف بكاميرا الزميل هادي درويش. هذه الغرف هي غرف لمكاتب. خبرنا حضرتك يعني كمان موجود بإحدى هيدي الغرف اليوم، شو الصرخة اللي بكن توصلوها؟ الصرخة اللي بدنا نوصلها معاناة دواء، معاناة غذائية، معاناة مي. بكن نقص بالمي لهالدرجة؟ حتى المي ما في، يعني العالم بدها تتوضى للوضوء، بس للوضوء ما في، لتغسل يعني في ناس عم ضلها جمعة بلا حمام، حتى عم يصير مشاكل على الحمام ليفوتوا يتحمموا، يعني بصير عندك مشاكل بالحمام. وين الحمامات عندكم هون يعني؟ بحكي بكل طابق فيه 3 حمامات وكل طابق فيه شي 200 نازح والدولة نايمة، كلهم غايبين، كلهم نايمين، هلا ما في انتخابات، صحوا ضمايركم بس هلا يصحى ضميركم، مش بالانتخابات تصحى ضمايركم وتجوا على البيوت. هلا وجع الناس، انتوا عم تشاركوا اسرائيل، تاركين الشعب اللبناني عم يتبهدل، شعب الكرامه، شعب الحريه، شعب العزه، طول عمرنا عايشين بكرامتنا، عم تزلونا، عم تتعاونوا كلكم مع اسرائيل، اذا تركتوا الشعب هيك عم ينزل. شو النواقص اللي عندك يا غير المي، غير الحمامات، الفرش؟ ما في فرش، كل 12 على 3 مخدات غطا، مخدات ما في شيء، ما في شيء، عدم. حضرتك كمان احد النازحين. احد النازحين. شو بتقول لهم؟ شو بدي اقول لك، وجع العالم كله، كل العالم وجع، كلها موجوعه، كلها عم تبكي، كلها عم تصرخ، شو بدنا نقول لكم؟ ودولتنا نايمه، شو فينا اكثر شيء ناقصك؟ ادويه؟ في عندكم؟ ما في شيء ناقصنا، ما في شيء الا ما ناقصنا هون.
ما فيش، والله يطولنا بعمر الاستاذ الدكتور حسين. طيب زهراء حضرتك انت المسؤول هون، دكتور حسين عمار مسؤول سريعا بس رياض، لانه يلا انت عم بتنظم هون بمبنى العزريه، خبرنا سريعا شو ابرز احتياجاتكم. نحن هون بمركز العزريه نظمنا هيدي الناس اللي نزحت لهون من الضاحيه الجنوبيه وضيوفنا. ابرز الاحتياجات مثل ما حكيت لك العالم، بعد عنا ناقص فرش حرمات، موضوع الحمامات لانه الكميه كثير كبيره ما بتستوعب هيدي الناس، ونحن عم نسعى قد ما فينا بالتعاون مع الجمعيات وبلديه بيروت انه نامن الاحتياجات، ولكن الاحتياجات كبيره. شكرا لحضرتك، يعني رح نكون بكره بتقرير مفصل تحديدا عن مبنى العزريه اللي هو فيه الاكبر عدد من النازحين اللبنانيين فقط، وهو قرابة 2600 نازح، أكبر عدد في كل لبنان. شكرا نرجع لك على إلك هادي ورياض إلى الاستوديو. شكرا لك زهراء. هون يعني هادي ضروري هذا المركز يكون، ما بنعرف إذا هو مسجل مثلا عند، بتصور لازم يكون مسجل لأنه وزارة الاقتصاد ووزارة البيئة هن اللي عاطينهم إياه للناس، يعني قام الكبرى إذا مش مسجلينه. كتير براهن على هيدا الشيء بيسوى، ما بعرف هلأ إذا فينا يعني حتى اللي بالموجودين بغرق يشيكوا بالداشبورد عندهم إذا هيدا مسجل على أنه مركز إيواء ولا لأ. أنا رح انتقل إلى زميل جوزفين، بس قبل ما انتقل بدنا نعمل مهلة هذه اليوم. اليوم أو امبارح أرسلكم، عم نحكي مع الجمارك هلا، أرسلكم رئيس الحكومة كتاب عم بيقلكم قديش عدد المستوعبات، وهل صحيح في تقصير بعدم يعني إخراج هذه المستوعبات بسبب تلكؤ بالإدارة؟ أنا بعرف أنه في مصالح مثل ما هي مثل بالصحة مش أكيد بالزراعة ولا، بس في مصالح بالمركز بحوث صناعية في بروح بكون هذه بدك قيد بسموها بضائع مقيدة، بدك تجيب موافقات من مصالح معينة عم تكون مسكرة، وفي شيء تاني يتعلق بصلاحيات استثنائية عطيها المجلس أعلى للجمارك لنفسه. فالسيدة ريما مكي رئيس المجلس أعلى للجمارك، ما بدي كتير عس بالحكي معك، بالحرف 72 ساعة حتى ترجع تمشي القانون وترجع الصلاحيات للمصالح والأقاليم لتمشي شؤون الناس، ما رح فينا نوقف البلد على أساس تليفون تاخديه من مكان معين سميه بعدين ها، مشان تمشي العالم وتصير تحصر كل التجار يصيروا يمشوا على الألو على التليفون. 72 ساعة معك بترجع الصلاحيات كما ينص قانون الجمارك، شو معك 72 ساعة وما تجربيني. أنا بدي انصح على الست ريما لأنه بقى تشغلنا بالنا بعد 42 ساعة. ماشي الحال، ننتقل إلى الزميلة جوزفين ديب. نعم شكرا لكم رياض وهادي على هيدي الفقرة. مشاهدينا أنا بدي انتقل لفصل علينا، وبعد الفصل علينا بدنا نحكي مع دكتور مرقص بول مرقص على 1701 على التهديد الإسرائيلي بفسخ العقد، ما هيك دكتور؟ ترسيم الحدود البحري أنه ما بقى بدون. بكل الأحوال بدنا نحكي عن كتير أشياء، وكمان بدنا نستقبل النائب سجي عطية لنعرف منه على خريطة الطريق اللي طلعت من عين التيني. فاصل قصير ونرجع. عودة لكم مشاهدينا ولهيدي الحلقة والمتابعة الخاصة الدائمة واليومية من قناة الجديد بالميدان وبالاستوديو بفقرات عديدة بتتناول كل عناوين الساعة. هلأ الحرب الإسرائيلية هي حرب طاحنة، بدي أحكي معك شوي دكتور بول عن الجرائم ضد الإنسانية، أسلحة الفوسفور. اليوم في كلام بالجنوب مثلا عن انه اعادة الاعمار، كل الناس بتروح بترجع بتعمر، بس في شيء كتير اساسي هو الفوسفور اللي عم ينتشر بالجنوب بالارض وبالمي، الى اي مدى هيدا يعتبر سلاح ضد القانون الدولي، استخدامه ضد القانون الدولي؟ بدي احكي معك شوي عن هذا الموضوع قبل ما ننتقل انا وياك للنائب سجي عطية ونحكي شوي بالسياسة 1701 وانتخاب رئيس. طالما ذكرت الفوسفور، في احكام دوليه عن الفوسفور، بدنا نقول دائما انه استعمال الفوسفور بشكل مفرط وبشكل متجاوز للمعايير والحدود الدوليه، لانه استعمالاته بدها تكون كمان تعسفيه، وهذا اللي عم تعمله اسرائيل. ذكرتي كمان بمعرض سؤالك الجريمه ضد الانسانيه. نعم. هالمره ان كان بغزه وبلبنان جنوب لبنان خصوصا والضاحيه والبقاع،
عم بيكون في تراكم جرائم كمول. يعني عادة بالحروب تعرفي في شيء اسمه قواعد الحرب. نعم. حتى الحرب لها قواعد. في عندك أحكام نظمتها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 يلي بذكر أنه إسرائيل نفسها موقع عليها ومصادقتها بستة تموز 1951. ما حدا يعطيها عذر ويقول هيدي الكيان منه مصادق على الاتفاقيات. هلا اللي منا عملته ان بروتوكولاتها الإضافية في عندها خصوصا البروتوكول الأول المتعلق بحماية المدنيين متنصلة منه وما راحت أبرمته ما انضمت له. فترجع أقول انه هالجرائم هاي اجتمعت. يعني عندك جريمة ضد الإنسانية إنما أيضا جريمة الإرهاب وجريمة العدوان يلي عملتها هلا ضد لبنان والجريمة الإبادة الجماعية. يعني أربع جرائم عادة بيكفي وحدة لتروح تحاكمي قياديين أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشأة بمقتضى نعم. نظام روما لعام 1998. هلا مش عم بتصير بس واحد مش عم بتصير لأنه في سؤال كتير مهم لازم كمان الإعلام يطرحه. بفهم إسرائيل ما بتنضم لاتفاقية روما لكن أيضا لبنان منه منضم لاتفاقية روما. يعني لبنان ما في ياخد إسرائيل على هالمحكمة الدائمة وكمان ما في مجلس الأمن ياخد قرار بسبب الفيتو اللي بتعرفيه اللي نعم. دايما الفيتو الأمريكي يشهر بمجلس الأمن من قبل دول دائمة العضوية الخمس لو توافرت عندك أكترية من 9 أو 10 بدك أكترية موصوفة لمجلس الأمن تتخذي قرار من أصل 15 دولة عضو بمجلس الأمن. نعم. هي الجرائم هلا ضد الإنسانية عم بتقول في تراكم للجرائم ضد الإنسانية. اليوم صباحا بس بدي أقول من بعد ما امبارح لا ضد الإنسانية وإرهاب وإرهاب وعدوان وإبادة جماعية. إبادة جماعية رحيلك أكثر من هيك. تتذكر ايه؟ نهار الجمعة مش الماضي اللي قبله اجتمع مجلس الأمن ايه؟ مش أنا اللي عم بقولها مسؤول الأمم المتحدة اللي بيسموه المقرر السامي المقرر السامي لحقوق الإنسان هو نفسه بيقول إن ارتكاب العنف بس بهدف نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب وكان عم يحكي عن إسرائيل. هيدا مطرح واحد عم نقي لي كيل هو أخف وطأة. نعم. كيف بالحري إذا كان في قصف عشوائي وبطال المدنيين إذا بدك هون نرجع لهم هالأحكام بالتفصيل. نعم. بعد شوي ايه؟ بموضوع شو عم تعمل من جرائم وخاض على أي معايير دولية كيف عم تحاول تتنصل من معايير دولية تماما وين ممكن إذا ما بدك هلأ ايه هلأ أنا أبسجيع عطية هو معنا حسب وقتك انضم لنا. مساء الخير أستاذ سجيع. مساء الخير. هلا يسعد مساكي بدي صديقنا الحبيب دكتور بول. مساء الخير أستاذ سجيع. مساء الخير بدي أعتذر منك على التأخير بس هي الحلقة دائما غنية بالضيوف وبالأحداث وبالفقرات ويعني النقل المباشر. كنا عم نحكي شكرا شكرا كنا عم نحكي أنا ودكتور بول عن الجرائم اللي عم ترتكبها إسرائيل الجرائم ضد الإنسانية وعم بيقول دكتور بول عن إرهاب شو كمان وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية إبادة جماعية وعدوان وعدوان وهيدي نوع جديد من الجرائم. نعم. اللي هو كمان بعد شوي إذا بدك منفصله توخي وتسخير أجهزة الاتصال المدنية في سبيل قتل المدنيين. كيف يعني؟ يعني البيجر. نعم. هيدي جريمة مستجدة. هيدي ما عرفها القانون بعد حتى القانون الدولي وهيدي لو عرف لبنان يوظفها ويستثمرها وين؟ مثل ما هي سخرت تكنولوجيا وأجهزة الاتصالات لبنان بده يشتغل بالأمن وبالقضاء وبالخارجية اللبنانية ليعرف يرفع للدول المعنية اللي حيث تصنعت هالأجهزة الاتصال وحيث تصدرت لعنا وحيث أنشئت شركات وهمية أو شكلية شيل كومبانيز بسموها أو تحت أسماء مستعارة سوبرات نو لحتى تورد لنا هالبضاعة هيدي وتتفخخ وتتفجر. لأنه هالنوع من الجرائم المستجدة تقلق بال العواصم الغربية وهيدي بينشغل عليها. يعني بكرة ما بتعرفي كيف كمان منظمات إرهابية هالمرة بتروح بتشتغل على إشارات السير بتشتغل على السلولار على الأبل ووتشز الساعات الذكية مش بس الأجهزة الاتصال الذكية كلها. هلأ بنحكي وين ممكن لبنان أو كيف ممكن لبنان أنه يروح يتشكى خصوصا أنه في هلأ محاكم جنائية في عندها أحكام يعني وإسرائيل عم تتفلت منها. بس خلينا أنتقل لنائب سجيع عطية. استاذ سجيع شفناكم بعين التينة كتلة الاعتدال الوطني وشفنا أكثر من كتلة في عين التينة ومن بعدها شفنا هذا اللقاء الثلاثي بعين التينة. بدي شوي تخبرني شو عملتوا
هل فعلا الرئيس بري مثل ما بدا، لانه في تناقض بالمواقف، شيء بيقول لك هيك شيء بيقول لك هيك، هل فعلا تنازل، حتى ما اقول تنازل، اذا بدك سهل الشروط اللي كانت موضوعه سابقا، وفصل جبهه الجنوب عن رئاسه الجمهوريه وتخلى عن الحوار شرطا لرئاسه الجمهوريه، وايضا كمان راح على رئيس توافقي يحظى ب 86 صوت ليكون وفاقي بين كل القوى السياسيه، وبالتالي غير سلام الفرنجيه. خليني يكون دقيق معك. بعتقد من الحكمه ومن المنطقي انه كل حدا فينا مسؤول يفتش عن تسهيلات معينه لحتى ننتخب رئيس جمهوري. بموقعه ورئاسه المجلس ومسؤوليته اليوم المضاعف للرئيس لوي، سواء تجاه مسؤوليته الجنوبيه، ما تنسي الجنوب اخذ من حياته 40-50 سنه يبني فيه، كمان مسؤوليته الوطنيه تجاه اليوم حمايه البلد، كالمؤسسات، الانهيار، النازحين اللي عم تشوفيهم فوق المليون، كل المصايب اللي نحن فيها، بعتقد كانت حكمه كبيره وتقدير كبير له انه اليوم سهل بمحل معين وتكيف مع هالازمه وقال يا اخي انا من قبلي شو المطلوب مني بالشكليات حاتخطاها. نعم. خلينا قد ما فينا نعمل شبه تشاور وتوافق ولو كان ثنائي وثلاثي ورباعي بين بعضكم، وقد ما فينا نستعجل باسم نجيب على اجماع، بعتقد بنطلع من هالازمه وبيكون عندنا شوي شخص يمثل لبنان بالمفاوضات اللي جايه. يعني تخلى عن هذا المنفذ، هيدي فيها كبر، هيدي فيها مسؤوليه وطنيه، هيدي فيها حكمه. ومطلوب منا كلنا هيك. نعم. لازم نلاقيه. مين يعني مطلوب منا كلنا؟ مين يعني تلقف الجميع؟ تلقف كل القوى تلقفت هذا الموضوع ولا بعد في القوات اللبنانيه لم تتلقفها؟ لا ابدا، الكل تلقفها، والقوات اللبنانيه بشكل خاص تم التواصل معهم وكانوا ايجابيين، وعندنا موعد يوم الاربعاء معهم الساعه 12:30 لحتى نفوت اكثر بالتفاصيل، وعملوا بيان الجماعه. وبالعكس يعني ما بعتقد حدا اليوم عنده حس الحد الادنى من المسؤوليه الوطنيه بيقول انا ما بنزل على انتخاب رئيس، يعني ما بقى حدا عنده، ما بقى عندنا مشكله لا بالشكل المضمون بتعرفي مطلوب نتشاور مع بعض. بلش هذا الامتحان هلا وبلشت الناس تحكي بالاسماء. انا بقول كنا بالاول انه نقول بدنا نعمل تشاور ولقاء وما شابه والشكليات بالدعوه، هذه كلها خطيناها. المصيبه كبيره، الازمه كبيره، لازم اليوم قبل بكره كل واحد فينا يحط يشوف اي شخص او شخصين. أوكي. او ثلاثه الانسب شيء لبعد وين تتقاطع العدد الكبير من الاصوات. نعم. ننزل فيه لعند الرئيس بدنا له تفضل اعمل جلسه لنطلع بانتخاب رئيس. هلا يعني انتقل النقاش من النقاش انه اذا بدنا حوار وين وكيف الى الاسماء، من سيكون رئيس الجمهوريه المقبل؟ وهل صحيح انه اليوم الكواليس الدبلوماسيه والمصادر الدبلوماسيه لانه تحدثت عن اولويه انتخاب رئيس جمهوريه على وقف اطلاق النار، لانه اذا رحتوا هلا انتخبتوا رئيس جمهوريه دغري هو بيجي بيقول بيقود اذا بدك المشاورات لوقف اطلاق النار بالجنوب؟ هيدا الاصول، يعني كان عم يحكي دكتور بول قبل شوي، ودائما دكتور بول مرجع كبير بالقانون والدستور، دائما رئيس الجمهوريه هو المرجع الاساسي لاي مفاوضات واتفاقيات بين دول. اليوم عم بيصير في تغيير، في منهجيه جديده، في خريطه جديده، ما بعرف شو الجايينا، بيسوى يكون عندنا رئيس يكون مثل ما سميناه لاعب على الطاوله مش كارت على الطاوله يلعب فيه. اليوم اصلا تمثيل البلد ورمزيه البلد برئيس الجمهوريه، شو اللي مانعنا بعد انه نقعد وننتخب شخصيه معونيه كفؤه تكون حكم؟ نعم. للمرحله الجايه لكل المعطيات. يعني صار معيد اذا بقول لك اليوم نحن كنواب من هلا لاسبوع 10 ايام ما بنقعد وننتقي شخصيه تكون تقود هالبلد، بيكون نحن مش اهل نكون نواب. بكل صراحه، بكل صراحه، يعني عم بتقول انه هالقد العمل جد بين النواب لتروحوا تنتخبوا رئيس من هلا لاسبوعين اخر الشهر؟ هيك في كلام بالكواليس، صحح لي. لازم يكون عندنا رئيس جمهوريه، والا
الحقيقه الوكيل اللي اعطونا اياها الشعب. أوكي. لسنا مؤهلين ولا ولا عندنا مسؤوليه وطنيه ولا نحن قادرين نكفي مع بعض يا استشجيع فيها مع بعض. نعم يا انا ما بدي تقلي شو لازم، لازم ننتخب رئيس جمهوريه قبل ما يطلع الرئيس ميشيل عون كان من بعبده. انا بدي اسمع منك لانه بعرف انك بتعرف وكنت بعين التيني وبتعرف شو الجو الصحيح. بدي اسمع منك هل العمل جدي لحتى نعم. نشوف رئيس جمهورية آخر الشهر؟ أنا معلوماتي الأكيدة إنه رئيس بلدي مش عم بيناور، مستعجل اليوم قبل بكرة، عنده شبه تفويض من حزب الله على العمل بهيدا الموضوع. المجتمع الدولي كله مبلش يتحرك وبعتقد هيجي وزير الفرنسي الاسبوع الجاي، كريستين حكي مع رئيس مئاتي، رئيس مئاتي مع وليد باك، والرئيس بري حطوا خطه عمل، بلش اللقاء الديمقراطي، بلش لنا كريستين وعيد، بلش النقاش الفعلي لانتقاء شخصيه لهالبلد، بلش كريستين حكي ولا يوم وصلنا لهالجديه اللي وصلنا لها هلا. كريستين حكي مع رئيس مئاتي؟ ما سمعتك عم بيقطش. كريستين حكي مع رئيس مئاتي انه حكي وقال له الاولويه لان شفتها بالاعلام اليوم انه حكي مع رئيس بيئاتي، انا ما حكيت رئيس بيئاتي اليوم، بس شفتها بالاعلام انه حكي معه وقال له الاولويه لرئيس الجمهوريه. اوكي. وهيدا يعني شيء منيح لانه الرئيس لانه المعلومات الجو الدولي ايه لانه المعلومات نفيت. نعم. انه لانه في معلومات نفيت انه يكون هوكستين حكي مع الرئيس بيئاتي كرمال هيك عم بسالك. كل الاحوال انا ما حكيت رئيس بيئاتي، اذا مكتب موضح بيكون منيح، بس حكي هوكستين او ما حكي. ايه. مين ما حكي، ما حدا مكوي وما حدا عايش حامل الجمر بايده الا شعبنا ونحن وبلدنا، نحن ام الصبي ولازم اليوم قبل بكره نقعد مع بعض وننتخب رئيس. طيب من هو الاسم الاكثر اذا بدك يحظى بتوافق بين القوى السياسيه اللبنانيه؟ وهل صحيح انه نزل النائب جبران باسيل عند الرئيس بري قال له انا جاهز لاتوافق معكم باستثناء بس قائد الجيش نشيله على جنب؟ اسم نشيل اسم قائد الجيش على حسب معلوماتي حسب معلوماتي ما انحكى بالاسماء لحد اللحظه بين حدا، انحكى بالاطار العام اللي هو انه ما بدنا حدا لا يكون معنا ولا يكون ضدنا. لا 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 حدا استبعد سليمان الفرنجي ولا حدا محافظ الالقاب ولا حدا استبعد جوزيف عون ولا قائد الجيش، ما تم نقاش بالاسماء لحد اللحظه، نحط الاطار العام لازم باسرع وقت، لازم ما بقى الشكليات الى حاجه، بل ككتل كانوا هو بتواصلوا مع بعضكم لتجيبوا لنا اسم باسرع وقت ممكن بالحد الادنى 86، لانه ما بينجح رئيس جمهوري فيما بعد اذا الا ما عنده الحد الادنى من التوافق. نعم. وبتمنى رئيس بلد يكون، وبالعكس بده القوات يكونوا ويكون كل الجو خاصه المسيح الحاضن اساسي لهذه الشخصيه. ايه هلا لما الرئيس قال 86 صوت وهذا كمان دكتور بول مدعو للمشاركه بهذا السؤال تحديدا، لما الرئيس بري بيقول بدنا رئيس جمهوريه ب 86 صوت، هل يعني انه اذا دعا الرئيس بري لجلسه وما حدا اخذ 86 صوت ما رح تروحوا على رئيس ب 65 لانه البلد ما بيحمل؟ هلا عمليا اول شيء 86 صوت هو النصاب بالفعل لاستكمال الجلسه، ثاني شيء في دورات متتاليه لو فينا ننتخب من اول جلسه، انت مجرد ما تشاركي بالنصاب وتامني النصاب عمليا في موافقه على الانتخاب. هلا موافقه تنتخبي ب 65 هذا الحد الادنى، بس طالما نحن فتنا على الجلسه وفي توافق عام على المشاركه والالتزام بالنصاب. نعم. 86 هذا تقريبا عم نعطي شرعيه للانتخاب. هلا بالنهايه عم بيقول جلسه بدورات مفتوحه، الدورات المفتوحه لشو؟ لحتى كمان تتامن بال 65 فيما بعد، بس انا بتقديري واحساسي لازم وكلنا بنتمنى انه يكون في شرعيه اكثر من هيك وينزل ال 100 و120، ما بعتقد اليوم استاذي جوزفين بيندعى على جلسه وفي نائب بيقعد ببيته، ما بعتقد تجاه هالحجم المسؤوليه الكبيره اللي علينا اليوم. لذلك هيدا خليك معي خليك معي لنسمع دكتور بول حول هيدي النقطة اللي عم بتقولها. هلا حضرتك عم بيقول انه بالسياسة بالسياسة 86 هو النصاب، هذا اللي عم بيقوله استاذ سجيع.
وعم بيقول مجرد ما انه يكون في 86 حتى لو طلع رئيس جمهوريه يا استاذ سجيع انت نحن عم نشوفك بعدنا، اذا طلع رئيس جمهوريه مثلا ب 70 صوت انه كانه 86 موافقين بس انه ما صوتوا له، وبالتالي كمان يعتبر بالسياسه. بدي اسمع رايك القانوني اليوم، هل يمكن مثلا تحت وطاه الحرب وانه تحت وطاه الضروره انه يروح مجلس النواب يصر على انتخاب رئيس ب 86 صوت؟ احسن الاستاذ سجيع عندما قال بالسياسه واصاب، لانه بالدستور اللي لازم السياسه ما تناقضوا على كل حال، الدستور بالماده 49 ما بيلزم بالدورات التي تلي انه يكون في عندك اكثريه هي 86. فبالتالي حتى لو رحت لهالخيار اللي هو بالاقل عم نحكي مش بالاكثر تسهيلا لانتخاب رئيس الجمهوريه، ما بتكوني خالفتي القاعده الدستوريه، انما بتكوني انشاتي ممارسه جديده البعض بيخشى ان هي تستديم وتنسحب بكره على دورات اخرى لانتخاب رئيس الجمهوريه بعهود بدها تجي، وتصير عندك امكانيه انه بال 65 تطلعي رئيس الجمهوريه. مشان هيك عم بيصير في محاوله تجنب ايصال رئيس بال 65 صوت، انما بالدورات التي تلي وفقا لحرفيه النص ما بتكوني عم بتخالفي الماده 49. اكيد اكيد، بس بالسياسه وتحت وطاه الحرب الافضل ان يكون توافقي. اخر سؤال لك استاذ سجيع قبل ما نودعك، اليوم في تناقض بالموقف اللبناني الرسمي، في تناقض مش عم نعرف. اليوم زارنا وزير الخارجيه الايراني، هل الرئيس بري اليوم قبل وزير الخارجيه الايراني، هل الرئيس بري موقفه اليوم انه اذا انتخبنا رئيس بروح بيعمل مفاوضات لوقف اطلاق النار في جنوب لبنان بغض النظر عن غزه ولا مع غزه؟ وماذا أنا معلوماتي؟ تفضل عم بسمعك. انا ما قلك معلوماتي من رئيس بري مباشره ورئيس ميقاتي، تم الاتفاق على ال 1701 برعايه الامريكيه والفرنسيه وعلى انسحاب الجيش من الجنوب البريطاني، واتفق مع انسحاب حزب الله اربع ساعات ونص لصاغ الاتفاق. انسحاب حزب الله، سوري ما فهمت قصدك. انسحاب حزب الله ودخول الجيش، انسحاب حزب الله البريطاني ودخول، يعني تطبيق 1701، وافق الجانب اللبناني وافق حزب الله، وعمليا نتنياهو وافق وعلى اساس كل شيء ماشي الحال. كان نتنياهو بطبيعته الغدر وقت اللي جيته معلومة عن إمكانية استهداف السيد حسن نصر الله الله يرحمه غير وحل من هذا الاتفاق، وبالتالي صار بده مكاسب أكثر. اليوم الموضوع اللبناني بالعكس قدم كثير، والموضوع اللبناني جاهزين وعم بيطالبوا علنا رئيس الحكومة الرئيس ميقاتي ودولته انه نحن رئاسة مفصولة عن غزة ومفصولة عن الحرب ومفصولي وباسرع وقت ممكن، ما عاد فيها الرابط الكبير مثل قبل. ايه بس شو بدي بالرئاسه؟ لا انا ما بحكي عن رئاسه، انا عم بحكي عن وقف اطلاق النار في الجنوب، هل سيكون مرتبط ايضا بغزه؟ لانه الرئيس بري قال انه نحن اتفقنا مع هوكستين، والاتفاق اللي حصل مع السيد نصر الله وهوكستين لا يزال قائم، وهو يقصد بذلك ربط المسارين ومش فك المسارين. لا هو ربطها بالهدنه على اساس يصير في هدنه 21 يوم بلبنان وبغزه، وبخلال هالمهله هيدي بيطبق 1701 وبيتم اللي حكينا عنه. نعم عم بقول لك اللي نقض الاتفاق هو نتنياهو وما كفى باتفاقه، وبالتالي تم الاستهداف للامين العام. نعم هلا بتقولي لي اليوم نحن بدنا نفصل، خلينا نجيب رئيس وكل وبعدين المسائل السياسيه وتطورات، وبعتاد الميدان كل ما الميدان كان مناسب ومساعد لنا والمقاومه ظلت صامده، وبعتقد اليوم عم بيسطروا ملاحم الشباب للتاريخ يمكن بالجنوب. نعم هيدي كلها بتساعدنا بالتفاوض، وهيدي كثير بتحسن شروط البلد. علينا نعمل وحده وطنيه، علينا نتفاعل مع المجتمع الدولي ليساعدنا بتحقيق هيدا كان بوقف اطلاق النار. نعم كان حتى بتحصين موقعنا يعني، وتفعيل المؤسسات الدوليه مثل ما حكي الدكتور بول، جرائم قد ما بدك، والممارسه مع نتنياهو عم يبتدع اذا بدك. نعم وسائل الاجرام ما حدا عملها قبل هلا، يعني شو كلكم تعرفوا. نعم بدي اقول اليوم الوحده الوطنيه مطلوبه، انتخاب رئيس،
العلاقات الدولية والتعاطي بجدية أكثر لحتى نقدر نوقف الاعتداء المجرم اللا إنساني. يعني تخيلي لحد هلأ البنايات اللي وقعوا امبارح منع الدفاع المدني والصليب الأحمر. تماماً هيدا اللي كنت بدي أقوله. صح منع. هيدا وين هيدا حدا بتريد أصفوهم أصفوهم بصاروخ مسيرة أصفتهم بصاروخ. إيه يعني أسوأ أسوأ جرائم. بلا قطعا عن حديثك استاذ سجيع تدليلا على صحة اللي عم تتفضل فيه هيدا بناقض اتفاقية جنيف الرابعة يلي مصادق عليها اسرائيل مش البروتوكولات يلي متنصلة منهم. برجع اقول المواد 16 و17 18 20 21 و63 اللي هن بيلزموها وجوبا انها تفسح المجال امام دخول فرق الاسعاف. نعم مين بده يلزمها ما دكتور قول مين بده يلزمها بدك تكون ملف صحيح قانوني انا هلا بعد شوي رح احكي عنه لانه هيدا بعتقد نسينه شوي لازم وانت عندك لك دور كبير انت لك دور كبير بمكانتك ومؤسستك العالميه ولازم ينخلق هاللابي اللبناني بعلاقاته لنفوت بضغط كثير كبير على هالجرائم اللي عم تعملها ونحرك الجاليات اللبنانيه يلي ناطره تناصر تناصر جهودنا بس بدنا هالجهود تتأطر وتتوثق. هو للحقيقة يبدو انه كل شيء بيبدأ برئاسة الجمهورية يلي من بعدها بيصير في لوبينج لكل شيء ولتحقيق ولتحقيق يعني مكاسب لبنان وتحقيق حقوق هول الناس يلي هن هلا استشهدوا تحت الانقاض ما في حدا يشيروا. شكرا لك النائب سجيع عطية على هذه المداخلة. اهلا وسهلا فيك دائما. سنتابع معك يا استاذ سجيع وان شاء الله بتكون على حق ان شاء الله. يلا على الله الاتكال. وبدي احييك وحيي تلفزيون يو تي في والاعلام اللي عم فعلا عم تعطوا كل التضحيات الكبيره لتنقل الصوره عن هالمآسي اللي عم نعيشها. الله يقويكم والله يحميكم. شكرا لك استاذ سجيع. بدي ارجع لك دكتور بول. بالفعل انا بعرفه الاستاذ سجيع قديش موقفه صريح وجريء ومتواضع وما عنده الفزلكات السياسيه اللي بنعرفها ببعض اهل السياسه. بس ولكن قال شغلة مهمة كذلك اليوم انه الوحدة الوطنية يعني بدي كمان هالقيادات الموجودة يلي الناس رجعت قبلت فيهم من بعد الاحتجاجات الشعبية نعم تشرين 19 وغيرها وغيراتها على الأقل يجتمعوا على موقف واضح متجانس. طيب كنا عم نحكي هيك سريعا لنختم هيدي الفقرة لأنه بدنا نحكي عن 17-01 وعن الفقرتين 8 و15 بال 17-01 شو أهميتهم لأنه موجودين هنا ليتطبقوا. عم تقول أي محاكم اليوم ممكن أن تحاكم الإسرائيلي على هذه الجرائم ضد الإنسانية؟ قلت لك المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هيدي نحن ما لنا منضمين لها ولا إسرائيل لما نرجع نعيد يعني هيدي بدك تشيليها من الاعتبار وخصوصا ما عندك مجلس أمن هلا نعم. لأنه هو البوابة السياسية الممر الإلزامي صح وما رح ينشئ لك كمان محكمة خاصة أدهوك مثل ما عمل بالنسبة لاختيار رئيس الوزراء السابق الحريري الحريري نعم الشهيد الحريري ورفاقه. عمليا صعب تروحي على ما تبقى اللي هي محكمة العدل الدولية يلي راحت لجنوب أفريقيا إنما ليه راحت جنوب أفريقيا لهونيك؟ محكمة العدل الدولية هي المتبقية إذا بدك النوع الثالث من المحاكم هي بالأساس اختصاصها النظر بالنزاعات الحدودية بين الدول. بس اجت جنوب أفريقيا لقيت في اتفاقية دولية هي اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948 يلي إسرائيل كانت وراها للصدف وللمفارقات ومنضمت لها طبعا إسرائيل ومنضم لها جنوب أفريقيا داعتها يعني التمست المداعات أمام محكمة العدل الدولي جنوب أفريقيا ورجعت انضمت عدد من الدول بناء على الخروقات والانتهاكات على هالاتفاقية لأنه عملت إبادة جماعية إسرائيل بغزة. اللي صاير هون مختلف تماما لأنه نحن صعب تلاقي اتفاقية انك تكوني انت واسرائيل منضمين لها نعم وانك انت تكوني عم تعترفي مباشره دوله اسرائيل رغم انه اساسا انت ماضي الهدنه بسنه 49 وغيرها وغيراتها فيما بين الترسيم الحدودي اللي صار سنتين لورا. بس لكن موقف الدوله بعده منه صريح نعم بهالاطار اللي بده يطحش فيه ويروح يحكمها امام محكمه العدل بحال لقي اتفاقيه دوليه ترعى هذه الجرائم يلي عم ترتكبها هلا اسرائيل. اذا على المستوى القضائي بلاقي من الصعب ربط الاختصاص ضد اسرائيل. بيبقى عندك مستويات اخرى لا تقل اهميه
لأن الأمور منا أسود أو أبيض، مش إنه ما بنعمل شيء نهائيا ومكتف إيدينا بنتفرج عم بنزلوا البنايات والأحياء السكنية على قاطنيها وما بنعمل شيء. في عندك كتير ركور ومراجعات فيك تعمليهم حول العالم، إذا بدك فوت بتفصيلهم. لا بدي أسألك عن شغلة تانية عن 17-01، هل اليوم لا يزال برأيك 17-01 هو قرار يحاكي التطورات من 2006 لليوم؟ في كتير اشياء تغيرت، هل يحاكي التطورات؟ وبرأيك هل نحن على أبواب إقرار قرار جديد مبني على 17-01، لا سيما وأنه في فقرتين اللي هن 8 و15 بهذا القرار 17-01؟ خليني أذكر أنه هالقرار إجا أساسا بناء لمناشدة الحكومة اللبنانية بوقتها بالإجماع اللي اجتمعت وطالبت المجتمع الدولي باستصدار هيك قرار، وبحيثيته مكتوب هالشي. هالقرار بذكر من أهم حيثياته ومضامينه أنه هو بنص، لأنه كتار ما قريوه مثل اتفاق الطائف، فبنص على إقامة منطقة عازلة بين الليطانة والخط الأزرق، تجريد أي جماعات مسلحة من السلاح، نشر الجيش اللبناني هناك بعديد 15,000 وأيضا اليونيفل 15,000 ودعم الجيش اللبناني لانتشاره. نعم. وأمور أخرى أنت ذكرتي وأنا لفت لي نظري أنك ذكرتي الفقرتين 8 و15 لأني ذكرتي أمور إشكالية بالقرار. نعم. فقرة 8 بتحكي عن احترام الطرفين للخط الأزرق، بنشرح للناس شو بتقول. نعم. تحكي كمان عن إقامة هالمنطقة الخالية اللي قلت عنها، لكن أيضا يعني. لكن أيضا بتحكي عن 15-59 وبتحكي عن 16-80 يلي يعني نزع سلاح جماعات المسلحة. نعم. يعني حزب الله تحديدا. وبتحكي بآخر فقرة، هيدي الفقرة 8 بآخر بند، عن منع إمداد الجماعات المسلحة بأي تمويل تسليح عسكري إلى ما هنالك. كيف يعني؟ يعني منع إمداد رح يعني بضيفهم مثلا قوات أممية بالفقرة الثانية. ايه وضحتها مزبوط. سبطية وضحتها الفقرة 15. نعم. اللي بتقول انه منع تزويد اي كان سمت افراد وكيانات وجماعات مسلحة وغيرها باسلحة او امدادات عسكرية. والبند الاخير بالفقرة 15 بيقولك ممنوع التدريب ايضا والتمرين العسكري حتى لهيك جماعات. يعني عمليا عم يقصد ايران. نعم. بمحل معين ايران وحزب الله. فعندك اكيد امور اشكالية بهذا القرار، تطبقيه كله ودفعة واحدة وبشكل فوري وحكمي ما بلاقي هذا الشيء واقع، ما من واقعي. بس بدك هلأ بعد طول انتظار. ايه؟ انت ما رحتي تعرفي انه مصلحتك كامنة في هذا القرار وهذا السند اللي ممكن انت تستنتي له في المطالبات الدولية. ليه؟ لأنه نسي وأهمل هذا القرار بقي إنشاء بالنسبة للبنان. إيه؟ بس أنا قصدي حزب الله كيف ممكن يعتبروا أن هذا القرار من مصلحته، لأنه هو بنص على نزع سلاحه، ولأنه بوقت حزب الله تحفظ على هذا القرار يبدو أنه اليوم إسرائيل تطبق هذا القرار تحت النار. أنا بحيلك لتصريح رئيس الحكومة 30 أيلول عندما كان مجتمع مع رئيس المجلس وطلع، بتتذكري وانتو غطيتوا الموضوع، قال نحن مستعدون لتنفيذ، عم بقرا القرار 1901 وارسال جيش لبناني الى جنوب نهر الليطان. ما عدا هالفقرتين الاشكاليتين بعتقد نحن هين علينا نرسل 15,000 بدعم دولي هالمره خصوصا. نعم. بس مشكلتك كانت بمقابل الاهمال اللبناني وعدم توحيد الموقف وحسن مقاربة مصلحة لبنان في تنفيذ هذا القرار أسوة بكل شيء اسمه شرعية دولية، لأن إسرائيل بدها تسقط كل شيء اسمه شرعية دولية ونحن ما فينا نوازيها بالعنف. ايه؟ نحن شو فينا نعمل؟ فنتمسك بالسند الدولي. هي خرقت وتمادت بالخروقات اليومية على هذا القرار، أصبحت اليوم بموقف أخشى أن أقول. ايه؟ إن هي طمعانة بمحل. ايه؟ إن ما عاد بدل 701 ربما. تماما، هذا اللي كنت بدي أسألك إياه. يعني هل برأيك اليوم 17-01 مثل ما قلنا أنه لم تعد تريده تل أبيب بل تريد قرار آخر، أو أنه هي تطبق 17-01 بالقوة بالنار بالأسلحة، لأنه ما في حدا جهة دولية بدها تجي تدعمك وتدعم جيشك إذا ما بدك تطبق الفقرتين 8 و15؟ جاوبني سريعا لهذا السؤال. يمكن موقف تكتيكي بأنه موقف استراتيجي، رح أقلك ليش. ايه؟ لأنه نحن بخلاف أو مع التحفظ لنهاية هالإشكاليات اللي ذكرتها اللي هي موضع خلاف حول تجريد سلاح الحزب بكل لبنان وغيرها، إنما عنا مصلحة بالقرار. هي هلأ يمكن هي ما رايدت بقى هالقرار بس لأنها عم تحقق انتصارات
بالجولات الاولى للحرب، بس بكره اذا شافت حالها بالميدان ميدانيا بريا بقصد تحديدا بريا منا قادره تحقق اي تقدم ولحق فيها كثير خسائر بالارواح بدها ترجع للقرار بدها ترجع لهالقرار. نعم رح ناقش اكثر معك بهذا الموضوع وهذا القرار تحديدا وشو ممكن يكون القرار اذا بدهم يفكروا بقرار ثاني. مشان هيك تلخيصا ولكن وخلاصه للمشاهدين يعني لازم الموقف اللبناني يكون ذكي وموحد ومنسجم الموقف الرسمي مع موقف الحزب في سبيل تظهير شيء متجانس، يعني مش بمطرح يطلع الرئيس الحكومي يقول هذا الكلام ويكون بالنهار نفسه نايب الامين العام لحزب الله بنفس النهار نهار التنين بصرح انه هو مكفيين ومع ربط الجبهات والبديكية. يصير في هذا التنسيق وتظهير الموقف لنضل نحن شادين بالجبهة على البر وبنفس الوقت نقدم للمجتمع الدولي هذا المعطى الصحيح والسليم المستند الى هذه الارضيه انه نحن رايدين نطبق القرار 701 1701. وبعتقد هذه هي المشكله لانه ما في موقف لبناني واحد. خلينا ننتقل لعند زملائنا رياض قبيسي ونعيم برجاوي هذه المره. مساء الخير مجددا رياض، مساء الخير نعيم، اهلا وسهلا فيك. شو عندنا اليوم يا نعيم؟ اليوم نتابع في تطبيق الأخبار الزائفة كما العادة. طيب إذا نعود إلى غرفة العمليات حيث سنقوم كالعادة مع زميل نعيم برجاوي في التطبيق في الأخبار الزائفة وهي الأخبار التي تنتشر بكثرة في الأزمات لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي. دائما منصة أكس بيكون إلى حصة الأسد. كنا عم نحكي مبارح قبل ما يرج استوديو فينا يعني كيف انه في خبر زائف نفيناه رجعوا اخذوه مثل ما هو، اخذوا الصوره انه نحن اللي نافينا واستعملوها صارت الصوره. لما نشوف على الخبر سنحط فيك الخبر. هلا حنشوف هي الخبر طبعا هو خبر حول السيد يعني والشكوك بشكوك اسرائيليه كمان في يعني في فيك حتى عم ينقلوها صاروا عن وسائل الاعلام الاسرائيليه عم توقع فيها فيك على فيك فيك على فيك. وفي ايضا حنبلش لكن هلا بصور لدبابه مركافا بالعديسة وأيضا في دبابة مدرعة بكفركلا. خلينا نشوف أول شيء هاي الدبابة المركافا بالعديسة. هاي الدبابة الصورة منا فيك هي بس عم تتداول على أنه هيك صار الوضع بجنوب. هو لا منا هيك صار الوضع يعني عايز مضللة إلى حد ما لأنه هاي الدبابة فاتت ولكن يقال أنه هون صار في كمين ورجعت تراجعت خلف هذا الحدود. هاي الدبابة المركافا يلي بالعديسة أقل على تاريخ نشر هذه الصورة. صحيح. اما الصوره الاخرى فهي المدرعه بكفركلا. في مدرعه عم نشوفها بالصوره هلا فاتت قوات اسرائيليه على بلده كفركلا الحدوديه ووضعت هيدي المدرعه بجانب هذا المبنى مثل كانه صفوها على جنب وفلوا. من بعد ما فلوا بلشت تراجعوا يعني رجعوا خلف الحدود بلشت التكهنات حول طبيعه هيدي المدرعه. أوكي. وبلشت تنتشر فويسات بس هي مزبوطه هي مزبوطه الصوره. أوكي. هي مزبوطه وبعدها موجوده هي موجوده وما فيها حدا بس صار في تنتشر فويسات. هلا بدنا نسمعهم سوا. بنسمع اول فويس وبنعلق عليه. اوكي هو الفيديو 1 مفروض. يعطيكم الف عافيه، معلومه جدا مهمه واجت بوقتها. هاي الآلية هي آلية قديمة الصنع أمريكية تم تزويد لجيش الاحتلال زمان، تم تحويلها خلال هذه الحرب إلى روبوت يتم ملئها بالمتفجرات ربما تزن إلى 10 أطنان من المتفجرات ثم إرسالها إلى منازل المواطنين داخل الأحياء ويتم تفجيرها عن بعد. مهم جدا هاي المعلومة إن تصل للناس حتى ما يكونوا ضحية لهاي الآليات. رياض شفنا سمعنا الفويس اللي بشوف الصورة على الفويس هذا بيصدق انه فيها برميل ازرق ومفخخة سنة بغزة مشوا اليات هول بسمون يعني ناقلات جند مسيرة بس انا انه سألت حتى لازم يكون في إلها انتين وكاميرا إلها عدة يعني شكل إلا إذا وصلين للتكنولوجيا مثل تسلا يعني بتمشي لحالها بس مش حيزتوها هيك ما حيزتوها هيك هي تركوها خلص ما بدهم اياها في اسباب عدة في اسباب عدة بنشوف لانه هلا حكينا نحن مع الخبير بالتكنولوجيا العسكريه مصطفى اسعد 100% شرح لنا يعني شو ممكن تكون هيدي ليش ممكن حطوها هون وهل هي مسيره ام لا. الاكيد اكد لانه منها مسيره يعني ما في انتين وما في ما فيها مش مشاهزه بشكل خارجي وهيدي قصه البرميل كمان محطوطه انه هيدي انتبهوا يعني ملغمه ما حيلغموها هيك من برا يحطوا عليها برميل ما هو اذا بدي لغمها بلغمها ففي سر وراها هيدي لهلا صراحه ما نعرف بعد ولكن بيشرح شوي الخبير العسكري او الخبير بالتكنولوجيا العسكريه مصطفى اسعد بالفويس نسمعه يا ريت. ليك بالعاده بهيك امور انت تبلش تعمل اليمينيشن
أول شيء الآلية غير مسيرة ولكن غير معدة لأنه يستخدمها طاقم، لأنه البيريسكوبس مثلا من شالي ما عليه رشاش، موقع المحل ما بيركب الرشاش مش موجود بعده بالكرتون الأبيض بالكرتون البني، يعني بعدها الآلية جايبينها من المخزن، مش مسيرة ما عليها الكاميرات ما عليها عمود الإرسال تبعت جهاز التسيير ما عليها العلبة من وراء، واضح بكل سهولة برميل الأزرق حاطينه بقلبها. هيك حكاية، أنا مش ميال لأقول إنه هذا شيء ملغم، هني حاطينه بشكل مكشوف بشكل أصلا عشان ما حدا يقرب عليه على الآلية، عشان العالم تعتبر إنه مفخخ، يعني خداع مضاد تقريبا. أنا برأيي الآلية في بقلبها شي نوع أو بمواجهتها، مش ضروري بقلبها، يعني ممكن بوجه الآلية في جهاز استطلاع أو جهاز تجسس، مش ضروري بقلب الملالة، احتمال بمحل حواليها، يعني هن عم بيضللوك، هن عم بخلوك تنتبه للآلية الكبيرة الموجودة وما تتطلع شو في حواليها. أنا برأيي حواليها هو الشيء اللي لازم نتطلع عليه. ريزنبل، يعني ليش محطوطه بهذا اللوكيشن 100%؟ غريب يعني القصه، وبعدين هم ليش بدهم يلغموا دبابه؟ ما عم يقصفوا هن 100%، وكل هالامكانيات اللي عم ما محتاجين هيك شيء، هن عم في شيء حيله ربما من وراء هيدا. بنرجع رياض للموضوع اللي كتير عم يتداول، وبرغم من انه يعني صار في كتير اخبار فيك واكدنا انه هيدي فيك، وبعد لهلا الناس عم تتداولها، منشوف صورتين ورا بعضهم. أول صورة هي نقلا عن رويترز، حطينا الفيك عليها، صارت فيك نيوز بالعرض، يعني ما بقى في ما بقى في حدا مجال انه يستعملها، لانه اخذوها عنا ورجعوا نشروا. هلا هو مفهوم هذا بعلم النفس الاجتماعي، الناس لما بيكون في عندها قائد يعني قد يقترب الى مرتبة القداسة ما بتقدر يعني بسهولة تصدق خبر اغتياله استشهاده. هذا حصل بحالات كتير سابقة، يعني معروف بأنه مثلا جزء كبير من المؤيدين لبشير جميل أخذتهم أشهر حتى يقدروا يصدقوا بأنه فعلا تم اغتياله. أنا ما عم قارن وشبه، كل واحد بحب يعمل مثل ما بده، بس أنا عم بحكي بالعلاقة مع القائد هون كيف بتكون. صحيح. فهو إجمالا منه أمر سهل تصدق المشكل بي، يعني ما أنا ما برأيي منك منه خفيف، ما بتكون خفيف ظل لما بتجرب تمزح هيك مسحات، يعني اللي عم بيلعب هول ألعاب. ايه، وعم يستعملوا كمان الرياض سكرين شوت من خبر حقيقي نشر بأول يعني أول ساعات الاغتيال أو أول ساعات القصف اللي صار. طلع في أخبار أنه مصدر عن رويترز كذا كذا أنه يعني لا صحة للأنباء عن اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. هيدي بوقتها كان أولها، كانت اولها كمان كان في بعض متضارب الانباء. فهيدي بعدها هلا كمان شيء خبر تاني مفبرك، هلا هذا اللي عم نشوفه هلا كمان خبر مفبرك، وزير الدفاع الاسرائيلي لدينا شكوك كثيره بشان هذا دفنتلي فيك. اوكي، هذا اكيد فيك مركب، اي حدا في يعملها على الفوتوشوب ويوزع على الواتساب وبتقلع الخبريه. لنرجع للميدان الرياض، في حنشوف مقطع فيديو قصف دبابات ولا شو قصف دبابة مركافة، نقال انه هاي دبابة مركافة اثناء هجومها على جنوب لبنان جرى استهدافها بعبوة نصفة ضخمة. خلينا نشوف الفيديو. مزبوط، هلا واحد بيتحمس على الموسيقى ولا بياخذوها عن الجديد وحط كمان ما حنخلص هيك. بس لو عيد الدبابه اللي بيف يعني مش بتدق فيها منا مركافه، هيدي منا مركافه، هيدي دبابه روسيه استهدفت من قبل القوات الاوكرانيه بصاروخ كمان، حتى مش بعبوه يعني. ايضا من كمان حتى حنشوف الصوره يلي بتاكد انه هيدي الصوره، هيدي لازم يستعملوها العالم. هلا بنشوف الصوره بسنه 2023 هيدي الدبابه، هو للعالم يعني نحن بنعمل هذا التدقيق بس للعالم كمان. في شيء اسمه جوجل لينس، فانت بتاخذ سكرين شوت من الفيديو او للصوره نفسها وبتعمل لها ابلود على جوجل لينس، دغري بفرجيك جوجل اذا مزبوط هذا الشيء ولا لا. بنفس الاطار
حنشوف فيديو هلا معمل له كروب يعني عن الجوانب من شال اللوجو ومن شال الصوت منه وجرى تداوله على انه استهداف جنود اسرائيليين عند الحدود مجموعه كبيره من الجنود اثناء دخولهم. خلينا نشوفه للفيديو ونرجع حنعلي عليه هلا. لاحظ ما في صوت، هو الفيديو هيك عم يتداول على الواتساب وعلى السوشيال ميديا. هذا الفيديو رياض يعني اللي عن جد اللي فايت باجواء الاخبار وكذا ممكن يصدق هالفيديو ممكن، خاصه انه جد في عمل في يعني الحزب خصوصا انه هني راح لهم امبارح بالضبط راح لهم 17 عم نحكي 17 او 20 على الارقام فوتت بس انه بالضبط بس انه اللي عم بيشوف ممكن يصدق خاصه انه بعد يعني بعد هذا طلع من وقت غوامي صح ام لا قبل كمان هذا طلع من سنه 2016 بسوريا حتى بين المعارك بين المعارضه وال لا ما حتى 2016 خلينا نشوف الفيديو الاصلي لانه طلعنا نحن عن جديد بالصوت كامل مع اللوجو المحطوطين والمؤثر يعني اللي كانوا عم يحكوا انه عم يستهدفوا. خلينا نشوف هاي اذا بالمعارك بين المعارضه السوري و الجيش السوري بحلب هي تحديدا بحلب. بس طبعا رياض احنا ما عم نقول هيك انه لنقول انه ما عم بيصير الجيش الاسرائيلي راح لهم شو في داعي تستند ل اساسا هن بس بدهم المقاومه يعني ينشروا الفيديوهات 100% عم يشوفوها حاطين واللوجو عم بيحطوا الاعلام الحربي وعم هو لكن اللي زيها في الخبر ما كلف خاطره يحط لو حتى كانت مزبوط زبطت معه بس لهلا بعده ما نشروا اي ملاحظ. نحن كمان بتغطيتنا الصحفيه ملاحظ انه بعده حزب الله ما نشر الاعلام الحربي ما نشر اي شيء لا وما نشر شيء عن المعارك البريه حتى هلا ما نشر شيء بعد هلا بعد ولا هلا ما نشر عم ينشر بس عن استهدافات بالصواريخ 100% هيك بنكون خلصنا وصلنا لهون. طيب نرجع نشوفك بكره نعيم. انا قبل ما سلم جوزفين بدنا نذكرها للسيدة ريما مكي انه الوقت صار 71 ساعة و15 دقيقة، عليك ان تطبق القانون لجهة اعطاء الصلاحيات للمديرية والاقاليم والمصالح في البت بالغرامات مع تعديل اداري وفقا لتعديلات الدولار الجمركي. 71 ساعة 15 دقيقة، نعود لك زميلة جوزفين. شكرا لك رياض، شكرا لك نعيم. مشاهدينا نحن رح نكفي مع دكتور بول مرقص وايضا رح يكون معنا بالفقره الاخيره من هيدي الحلقه مداخله من الرياض من المملكه العربيه السعوديه، ولكن بعد هذا الفصل اعلان القصير ونرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الفقرة الأخيرة من حلقة الليلة لمتابعة المستجدات على الساحة اللبنانية وهذه الحرب الإسرائيلية على لبنان. ضيفي دكتور بول مرقص رح نحكي بهذه الفقرة الأخيرة، رح نكفي حديثنا بالأحرى عن الفقرتين 8 و15 من القرار 1701 وأهمية وحدة الموقف اللبناني وهل هناك موقف موحد، وكمان ما بدنا ننسى نجاوب على السؤال اللي بدأنا في الحلقة عن أنه هل يحق لإسرائيل اليوم أنه تنهي اي اتفاقيه او انه تلغي اتفاقيه سبقه ووقعت عليها وهي كانت عم تحكي عن ترسيم البحري ايضا. بس اسمح لي بدي انتقل للرياض للمملكه العربيه السعوديه دكتور محمد الحربي بعد شوي بس يجهز رح ينضم لنا حول اليوم الدور السعودي اللي عم تلعبه الرياض في الملف اللبناني كان على مستوى رئاسه الجمهوريه من خلال اللجنه الخماسيه أو على مستوى وقف الحرب، خصوصا أنه كمان كان يعني وزير خارجية المملكة في نيويورك وكان هو يشارك في الاجتماعات الخاصة بلبنان. بدي أرجع لك دكتور بول، كنت نعم نحكي قبل ما ننتقل للفقرة عن الفقرتين 8 و15 سريعا اللي فيهم 15-59 والالتزام يعني نزع سلاح حزب الله، وهذا يفسر اذا بدك بوقتها لانه الحزب اعتبر انه كان في السرديه هي انه في انتصار تموز، انتصار حرب تموز، انتصار حزب الله، فلم يكن هذا الانتصار يوازي القرار اللي طلع عن مجلس الامن، لانه القرار اللي طلع عن مجلس الامن في فقره تنزع سلاحه كرمال هيك هو تحفظ عليه، واذا بتلاحظ انه ولا مره اعلن التزامه بالقرار 17-01.
اليوم يعود هذا النقاش على الطاولة من بوابة هذه الحرب. دكتور، إلى أي مدى لبنان اليوم بحاجة إلى موقف رسمي؟ ما هو الموقف الرسمي اللبناني من هذا الموضوع؟ كثير مهم آخر شيء كمان من السؤال، لأن الحكومة اللبنانية لم تقارب موضوع الحرب لا قبل اندلاع بشراسة قصدي، ولا من 8 أكتوبر بالمعنى السياسي أبدا، وهي منوط بها حسب المادة 65 من الدستور السلطة الإجرائية بما فيها من الموضوعات الأساسية الحرب والسلم. طيب، في عندك فريق بيعتبر أنه في يشعل الجبهة، بس أنت وين دورك؟ وين الموجبات عليك؟ أحسنت هذه الحكومة عندما حاولت توضع خطة استجابة رغم التحفظات اللي كتار عندهم إياها بما فيهم وزراء. نعم. في كتار من وزراء اللي يعني بيشتغلوا، ورئيس الحكومة عم بيحاول، بس وين المقاربة السياسية لملف الحرب؟ وين موقف الحكومة من تطبيق هذا القرار الدولي؟ وين الآلية التنفيذية؟ اليوم عم تيجي تقول الحكومة إن هي بدها تطبقه، ليه هلأ بدها تطبقه؟ وكيف هلأ بدها تطبقه؟ مثل ما تفضلتي، بظل هذه التناقضات، وألا يستدعي أساساً موقف جامع وطني بهذا الاتجاه؟ نعم. اليوم أنا بستغرب إنه بعد ما شفت مشهد يوحي إنه القيادات السياسية اجتمعت بهالبلد، القيادات اللي برجع ذكرك كنت عبول قبل قبلوا فيها الناس، رغم أن قيادات تقليدية وهي وراء، إذا لم يكن كل معظمها وراء الأزمة المالية والنقدية ما وصلنا إليه اليوم، قبلين الناس فيها وهي ما بتحكي مع بعضها. أي بس هلأ بنحكي عن المشهد اللي شفناه بعين التينة أو بالحكومة عن 17-01 والمطالبة الدائمة بال 17-01 من جهة، ونرجع بنحكي عن موقف، بحكي عن الأطراف المتناقضة أكيد، مش عم بحكي عن النائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، وأيضا وزير خارجية الإيران اللي عبر عن موقف إيران من بيروت. بس اسمح لي بدي انتقل على الرياض عند الأستاذ الدكتور محمد الحربي، الباحث الاستراتيجي والكاتب السياسي من الرياض من المملكة العربية السعودية مباشرة. مساء الخير. مساء الخير جوزفين، تحية لك ولضيفك الكريم. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. أنا يعني سريعا في هذه المشاركة، شكرا على مشاركتك معنا. المملكة العربية السعودية اليوم تلعب الدور في لبنان من خلال اللجنة الخماسية يلي فيها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، ومن خلال الاجتماعات الحاصلة في الرياض بين المستشار ديوان الملكي نزار العلولة وأيضا جايف لودريا المفد الرئاسي الفرنسي، وأيضا لعب الدور بالأمم المتحدة. أنا أريد أن أسألك مباشرة اليوم، الملف اللبناني يعني من منظار المملكة العربية السعودية، هل هو من الأولويات؟ وهل هناك أي حل مرتقب بحسب المعلومات تعمل عليها المملكة بمشاركة القوى الدولية الأخرى لإيجاد حل للأزمة اللبنانية، أكان على مستوى الحرب ووقف إطلاق النار أو أكان على مستوى رئاسة الجمهورية؟ هو أبدا لابد أنه نقول الملفات جميعها مركبة، الموقف السياسي العسكري، المواقف الأمنية، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والآن على جنوب لبنان، والتوتر ما بين إيران وإسرائيل. لابد أنه هذه المسألة طرأت، خاصة التصريحات الأخيرة لعملية ضرب مصافي النفط في إيران، وإيران ردت بأنها ستضرب الكهرباء ومحطات الغاز في تل أبيب، حيفا ويافا. الخماسية على فكرة، جان إيف لودريان الآن أصبح في الماضي، عقبه وزير خارجية فرنسي جديد، هو الآن الآخذ بهذا الملف. الخماسية ما زالت عملها وفق تقدير الموقف، وهي الأقوى والأنجع في المرحلة التالية. الآن الكل يتحدث عن ما بعد نهاية حرب غزة والحرب، التوتر ما بين إيران وإسرائيل، خاصة أنه أيضا لدينا مواقف ثلاثة، اللي هو موقف الشرق الأوسط، موقف إسرائيل وجبهة الداخلية، موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وينتظرها انتخابات شرسة مؤثرة على الموقف. حقيقة الآن نحن في مرحلة التوازنات، التقدير الموقف. المملكة العربية السعودية ما زالت أخذ الإنسان، المسار الإنساني والأخلاقي والمساعدات إلى لبنان مستمر ولم يوقف. هذا كان اتفاق ما بين إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي بأن المساعدات الإنسانية والإغاثية مستمرة.
نعم، يعني تقول حضرتك انه دوره لجان ايف لودريان انتهى؟ خلاص، يعني الان وزير خارجيه فرنسي جديد هو بدا ياخذ هذا الملف، يعني يحمل على عاتقه هذا الملف. ربما جان ايف لودريان يعمل كمستشار. نعم. طيب، عم تتحدث حضرتك عن مساعدة إنسانية للبنانيين بهذا الحرب، وهذا ما تحدث به ولي العهد محمد بن سلمان مع الرئيس ماكرون، ولكن أنا أتحدث اليوم عن مساعي السياسية التي كانت مشاركة فيها المملكة العربية السعودية بشكل أساسي. اليوم هل هذه المساعي ستصل قريبا إلى أي حل على مستوى رئاسي برأيك أو بحسب معلوماتك؟ والله موضوع الرئاسة جدا مركب ومعقد، لأنه شغور رئاسي منذ 31 أكتوبر 2022، أكثر من 12 جلسة في البرلمان أو المجلس النيابي في لبنان لم يصلوا إلى حل. ولكن في وجهة نظري الأساس الآن هو دعم الجيش اللبناني دعما قويا ليتحلحل الملف السياسي، وهذا هو الحل الأوحد. نعم، شكرا لك دكتور محمد الحربي، كنت معنا من المملكة العربية السعودية، شكرا لك على هذه المشاركة، أهلا وسهلا فيك. مثل ما عم نسمع دكتور بول، يعني دعم الجيش اللبناني، وهذا أيضا يعود ويدخلنا إلى 1701، لأنه أساسه أيضا دعم الجيش اللبناني وانتشار الجيش في الجنوب. كنا عم نحكي قبل ما ندخل بهذه المداخلة عن أهمية وحدة الموقف اللبناني، وضوح الموقف اللبناني كمان، مش بس وحدة الموقف كتير مهمة بس وضوحه. اليوم إذا بتسأل اللوبيات الفاعلة إن كان بواشنطن أو بعواصمنا الأوروبية، في جاليات لبنانية مؤثرة ما فيك تستهيني فيها، خصوصا هلأ أنت على بواب انتخابات بالولايات المتحدة، في بعض الولايات متأرجحة أصواتها، في بعض الولايات متكلين فيها كثير الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أصوات العرب والمسلمين والأفارقة والمهاجرين واللي عندهم أصول وأعراق مختلفة. طيب إنه وين موقفك أنت لحتى هالجاليات هيدي في ازدواجية بالموقف؟ طيب بدك تعطيهم موقف ليساعدوك لينصروا القضية اللبنانية. يعني مثلا إنه بموقف لبناني رسمي بيطلع أحد الوزراء المعنيين من 3 أسابيع باجتماع الدول الخمس مع رئيس الحكومة، بيقول نحن بحاجة لقرار 701 جديد، 1701 بيختلف تماما وبحل جديدة عن القرار الحاضر، وبيرجع عن هالموقف بعد شوي. طيب هيدا تلبك بالموقف اللبناني، وقت اللي بنفس الوقت الموقف الرسمي اللبناني الحكومي بيكون عم بيقول نحن مع 1701، حتى رئيس أما حزب الله بيكون عم بيقول مع ربط الجبهتين ومع استمرار الأعمال. ايه، وحتى رئيس بري بيقول مع 1701، بس انه هسه 1701 في 8 وال15 بدكم تعملوا. نحن منا خلاقين ومبدعين الى حدود نقدر نظهر صيغة لبنانية موحدة تكون واضحة ومتجانسة، نطلع فيها على المنابر الدولية ونحرك جالياتنا برا يعملوا لنا لوبينج وفورسينج وادفوكسي. اوكي، شو بدي بالجاليات برا؟ انا هلا في ناس عم تظهر على الطرقات، ظهروا كم 100 واحد، بعدين صاروا يسالوا بعضهم شو بدنا نطالب، شو بدنا نقول؟ اي بالسياسه اليوم، هل لبنان بحاجه الى قرار جديد غير ال 1701؟ ما حدا رح يفضى يعمل لي قرار جديد، ما حدا باله فينا. الولايات المتحده الامريكيه منشغله بحالها هلا 4 أشهر لقدام، انسي الموضوع. طب حتى طب دولي جديد ليه عم نحكى انه تل ابيب اليوم لم تعد تريد 1701؟ انا قلت لك اياها، ربما خشيت انه هلا هي طمعانه بالنسبه لها حققت انتصارات بالجولات الاولى من الحرب. اذا المعارك البريه ممكن تقلب شوي موازين القوى لصالح البلد، ممكن ساعتها تعيد البوصله باتجاه تطبيق ال 1701 والتاسيس عليه مجددا. بهيدا الوقت الحكومه اللبنانيه بدها تقارب الموقف السياسي للحرب، ما فيها تكفي فقط كهيئة إسعاف أو إغاثة الحكومة اللبنانية مع كل الملاحظات اللي هن عندهم عليها ونحن على خطة الاستجابة. هلا هن بيقولوا إنه حملوا معهم رئيس مئاتي، إنه حمل معه خريطة طريق وورقة واضحة فيها هدنة ل 21 يوم لتطبيق 1701 ومفاوضاته، وهلا عم يعملوا رئاسة لحتى يوحدوا الموقف اللبناني. يعني شيء هو وبعض الوزراء، إنما يعني ما في حكومة أخذ موقف، رئيس الحكومة ينطق باسم الحكومة ولا ينطق عن الحكومة. بعدين هلأ ما في شيء اسمه تصريف أعمال، هيدي حكومة هلأ بدها تتصدى بكل جهودها وقوتها وقدرتها للملفات كلها. نعم، ما في عند الحرب تصريف أعمال. قبل ما نختم، لأنه بعد شو بدنا نسلم على نشرة الأخبار الليلية، بدنا نحكي شوي عن مطالبة إسرائيل، أنه عم بتقول أنه بدها تشوف كيف ممكن
تنقص او تلغي الاتفاقيه اللي كانت انعملت البحر. تنقص هي كلمه صحيحه تلفظتي فيها، لانه هذا رجوع عن توقيعها. ممكن هذا الشيء يصير. رح ذكر انه ب 27 تشرين الاول 2022 صار في مراسلتين عبر الامريكان لا الامم المتحده تسجلت، يعني عندك عرض وقبول، عرض وايجاب، هذا بيعمل اتفاق وفقا لل حدا يقول لي انه غير هيك مش صحيح، لانه وفقا للقانون الدولي وتحديدا اتفاقيه فيينا اللي هي بسموها law of treaties قانون المعاهدات، هيك بتصير المعاهده. فبالتالي اودعت هالمراسلات طرف الامم المتحده اصبحت بهذا المعنى اتفاق، انما هالمراسلات للاسف ما بعرف كيف لبنان مرات بيظهر بعض المخطوطات وبعض الاتفاقيات، مثل مثلا الاتفاقيات مع شركات الاوديت اللي كانوا يعملوا على الازمه الماليه والنقديه وعلى مصرف لبنان، فيها كثير اخطاء. هيدي مثلا ما فيها بوضوح مين له حق وكيف يرجع عن هالاتفاقيه، ما فيها الصلاحيه اللازمه تطبق عليها اي قوانين، هل بتروحي على التحكيم، هل بتروحي على قضاء دولي، هي ثغر كثير. ساعتها شو بتعملي انت هون بهالحاله هاي؟ بترجعي للماده 56 من اتفاقيه فيينا اللي بترعى الاتفاقيات الدوليه، هاي بتقول لك اما بصير الرجوع بموافقه الفرقاء او بدك تشوفي شو النيتشر، شو طبيعه هالاتفاق. اذا بترجعي لطبيعه الاتفاق بعتقد صفحه 18 الاي او دي سكشن بتحكي تحديدا عن انه هيدا بسموه بيرمننت باوندريز ديليميتيشن ديليميتاسيون او بيرمننت ماريتيم باوندري، يعني هيدا اتفاق دائم لحل النزاعات. وتحديدا هلا عم شوف هون بالاي بيقول لك انه بيوضع حد للنزاع بيننا وبين اسرائيل، يعني ما فيها اسرائيل خلاصه الامر ترجع بشكل يونيلاترال انفرادي احادي عن هذا الذي يسمى اتفاقا، نعم، تحت طائله انك انت تطالبيها بالضرر. بس اي ضرر؟ ما نحن ما استفدنا ما هو وزير الطاقه طلع بدك تطالبيها كمان يعني، واذا بتطالبيها هل ما بتكوني عم تعترفي الا اذا بدك تطلبها عبر وسطاء مثل ما عملت الاتفاق عبر وسطاء؟ مشان هيك بدنا نعرف شو عم نعمل بالاساس، اولا لناحيه الشكل ولناحيه المضمون ولناحيه الاستفاده من هيك نوع من الاتفاقات الدوليه. هلا نحن لهلا بعد ما استفدنا منها مثل ما قال وزير الطاقه، يعني نحن غلطانين بالشكل وبالاجراءات وبالاستفاده. هل هذا الشيء بخلينا انه نوافق مثلا؟ لا، ربما الاسرائيلي تعنتا بده يرجع عنا، ونحن تعنتا بدنا نوضح له انه ما فيك ترجع عنا. نعم، بدنا نختم مش هيك لازم مرات؟ ما بعرف، بدنا نختم يعني واجه التعنت بشويه تعنت، بركي موصل لمحل، بركي موصل لمحل. بدنا نختم ونتمنى انه نحن مع ال 1701 يتطبق، بس نعم بدك بمحل معين ضلك صامده على الجبهه بالميدان بصرف النظر عن الموقف الشخصي مع الحرب او ضد الحرب، هذا امر اخر. نحن صرنا امام امر واقع. ايه بس تطبيق 1701 بس للتذكير قبل ما نختم يتطلب موافقة من حزب الله، لأنه هو ينص على انسحاب الحزب من جنوب الليطاني وعلى تجريده من سلاحه. عندك هالفقرتين اللي نحن حكينا عنهم وشرحناهم، بدك تحيديهم هلأ بالوقت الحالي. ما فيك تطبقيهم مباشرة. هذا الموضوع بده وقت، على الأقل بيعلن لبنان وفقا لصيغة وآلية تطبيقية صحيحة تصدر عن الحكومة اللبنانية بالانسجام مع الحزب، لأنه ما بدنا ننكر الأمر الواقع الموجود. نعم، على الجبهة، وبدنا نشد حالنا على الجبهة وشد حالنا بهالجهود الدبلوماسية، بس نبنيها على موقف واضح on solid ground بسموها. نعم، أنا مرات كتير كمواطن بصير فكر شو بقولوا عنا وقت نفوضهم. نعم، بالأمم المتحدة أو السفرة، سفر دول الخب، شو بقولوا شو الموقف لبنان المتناقض؟ نعم، شو الموقف الملتبس؟ نعم، هذا ما حلو يكون خصوصا بهيك اوقات عصيبه. شكرا لك دكتور بول مرقص على وجودك معنا بهذه الحلقه، اهلا وسهلا فيك. بدي اختم، نحن مشاهدينا بدنا نختم هذه الحلقه اللي قدرنا نواكب قد ما يعني قد ما فينا التطورات على المشهد السياسي اللبناني الداخلي، وايضا بالحرب الاسرائيليه على لبنان.
أكان بالميدان بالفقرة الأولى حول الحدود اللبنانية الجنوبية وماذا يحصل هناك من تطورات ميدانية، أو أكان بالفقرة السياسية يلي بتترافق مع كل المساعي السياسية لانتخاب رئيس جمهورية تحت النار كأولوية لبدء التفاوض ووقف إطلاق النار على لبنان، وأيضا مع الفقرة الإنسانية وغرفة العمليات على أمل أن تنتهي هذه الحرب وأن يعود كل النازحين إلى منازلهم يلي أصلا يمكن تهدم كثير منا، ولكن إعادة الأعمار نحن معودين نرجع منعمر ونرجع نقعد بأرضنا. شكرا لكم على المتابعة. مباشرة بدي أرجع لاستوديو الأخبار بالجديد لنشرة الأخبار الليلية. يعطيك العافية.